هذا العمل ليس له صلة بالطب النفسي، وأي تشابه في الأعراض والأمراض والبشر هو محض صدفة مقصودة. دكتور علوي حلاوة، في برنامج المرأة بننتهز الفرصة وبنسأل سيادتك سؤال شاع المناقشة فيه في الفترة الحالية، وهي قضية مهمة بنسترشد برأيك كأحد علماء النفس البارزين في المجتمع، وهو قضية عمل المرأة. رأي سيادتك فيها إيه؟ في الواقع يا أستاذة مديحة، هذا سؤال أنا من وجهة نظري وكأستاذ في علم النفس أعتبر أن هذا الموضوع موضوع الساعة. إن عمل المرأة له وجهان. الوجه الأول إن هو بيدي للمرأة شعور من الانر فيلينج بالثقة بالنفس والاعتداد والزهو، ما فيش كلام. ومن وجهة النظر الثانية أيضا بيمثل في حياة المرأة وجودها داخل الأسرة بالانتماء مع نسيج الأسرة، وده بيمثل ممكن يعني نقول عليه family responsibility، ما فيش كلام. عظيم جدا. الحقيقة دكتور، احنا النهاردة بنستغل وجود حضرتك وبنسألك سؤال وهو مهم بالنسبة لبرنامج المرأة. حضرتك بتفضل الأكل الشرقي ولا الأكل الغربي؟ والله يا أستاذة مديحة، في الواقع أنت يعني بتثيري قضايا، وأنا من رأيي هي قضايا مهمة جدا وإن بدت هامشية، إلا أن يعني أنا في الواقع يعني أميل لأكل موائل قوي. وانت ما تتصوريش قد ايه يعني لو انا دخلت البيت ولقيتها عامله ملوخيه، ما تنسيش ان 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 يعني طشه الملوخيه دي في البيت بتضفي عليه شيء من الاصاله، وان ترجعي بذهنك لورا مئات السنين لانشنت بيبل علشان تفتكري كل الايام الجميله اللي انت قضيتيها، وده شيء يعني من الاصاله ما فيش كلام. ايضا برضو وهي مساله وجيهه جدا ويجب ان احنا نوليها شيء من الرعايه والاهتمام، ان هي لو عملت اكله برضو كامثله الاكلات الحديثه زي النجريسكو البيتزا والحاجات دي محطوطه على السفره، تحس كده ان البيت اصبح بيت مغاير تماما، في بقى ريح المعاصره بتهب عليكي من ترابيزه السفره، وتحسي ان انت في اجواء تانية وان انت منفتحه على ثقافات الاخرين، مفيش كلام. ايه ده يا استاذ سعيد؟ دي استمارات رحله سيادتك الاخيره لاسوان يا فندم. وجايبهم لي اهبب بيهم ايه؟ بس سيادتك هنا الرحله متكلفه 20,000 جنيه في اليومين، يعني ايه يا فندم؟ اليوم يقطع 10,000 جنيه؟ معقول يا فندم؟ يا فندم في عينك وانت مال؟ ما هو سعادتك يا فندم لو سافرت اسوان بسفينه فضاء ورجعت بمكوك فضائي ونزلت في البيت الابيض الامريكاني، ده لا يمكن يتكلف غايته يعني 2000 جنيه، يعني قول 3,000 جنيه، لكن لا يمكن يبقوا 20,000 جنيه في يومين. انت بتقصد ايه يا استاذ؟ فسر كلامك لو سمحت، انا مش فاضي. قول اللي انت عايز تقوله وبصراحه. بصراحه يا فندم؟ وبمنتهى الصراحه يا فندي. سعادتك بقى طالما طلبت مني الصراحه كده تبقى حضرتك حرامي. لا ومش حرامي وبس، ده انت كمان لص. ما دام فتحنا قلوبنا لبعض بقى وبقينا حلوين كده، سعادتك زعيم عصابه. هايل. الله يخليك. هايل. عباس سيد
رحمي. الحمد لله. عباس. الصوت اتغير. سيد. في ايه؟ رحمي. عباس وسيد ورحمي. طب ليه ما كفاية عباس؟ ملوش لزوم سيد ورحمي. شيلوا يا فندم. في ايه؟ في اسمع انا اخ عباس. المين؟ اخ عباس. انت الله مستعدتك اللي طلبت مني الصراحة. انت قلت الصراحة وده شيء عظيم جدا. وعليك انك تتحمل نتيجة الصراحة. وانا بقول لك بكل الحب والود والصراحة انت مرفوض. فاضل نسمع رأي الدكتور علوي حلاوة في الحرب الدائرة. في الواقع الحرب في ناغورنو كاراباخ بيمثل انفصام دولة من دولة كانت قائمة في وقت من الأوقات وكانت بتمثل أصالة معينة وأيديولوجية معينة اتكونت في وقت معين وده يعني ياخدنا إلى أبعد من هذا مفيش كلام. في رمضي أذر سايد للحرب في ناغورنو كاراباخ أيضا أن نقدر نقول أن هي بتمثل حالة نفسية معينة بتلجأها للهروب من واقع معين والارتماء إلى واقع آخر بيمثل شيء جديد ممكن تكون بتطمح له شعوب كتيرة أو ما فيش كلام. شكرا على التوضيح المركز ده يا دكتور حلاوة. والله في المسائل الحساسة اللي زي دي لابد ان احنا نعالجها بقى ونحط ايدنا على الموضوع بمبدع جراح وليس بقافية الشعراء مفيش كلام. صراحة؟ صراحة ايه اللي انت جاي تتكلم عليها يا ابو صراحة؟ مش كفاية انا وعمك دنينا نفسنا ورضينا ان احنا نجوزك بنتنا فتنة وجاي لي كمان على الاخر تقول لي اننا سرقناك وبصراحة؟ وانا هعمل ايه بس اخلت ام فتنة؟ ما انا عملت كل اللي اقدر عليه وخدتوا مني تحويشه 5 سنين وبرضه مش مكفيكم. وهم ال 3000 ملطوش اللي انت جبتهم يكفوا ايه اليومين دول؟ ما هو جابوا مقدم الشقه اللي ما حدش لاقيها وكتبتوا العقد باسم بنتكم فتنة. بتقول شقه يا ابو شقه؟ دي شقتك قد الحق. ايوه يا ابني فضلنا نزوق في خدتك ام فتنة عشان تخش الشقه ما قدرتش. ما انا بصراحة بقى كنت قاصد، وبعدين شقة كبيرة شقة صغيرة، اهي شقة نتجوز فيها والسلام. نعم. بقول لك ايه، انت نسيت الالتزامات اللي عليك؟ شبكة ومهر وتلفزيون وبوتاجاز وطقم صيني وطقم مطبخ، ولا انت يعني ناوي تتجوز البيت سفلقة؟ سفلقة؟ سفلقة ايه يا ابو فتنة؟ ما انا حكي لكم على ظروفي من 5 سنين فاتت. نعم يا اخويا احنا بقى ما يلزمناش. ما يلزمكوش وانت مالكش اي كلمة في القعدة دي. يعني على بلاطة كده البنت جالها عدالة وكان فرحها الخميس اللي فات. اتجوزها راجل يعرف قيمتها جاي من بلاد بره محمل. يعني ايه بقى؟ والشقة اللي انا دفعت فيها تحويشة عمري. سكنوا فيها يا عينيا. سكنوا فيها يا عينيا؟ يعني انا اتعب واشي عشان غيري يسكن في شقتي؟ يلا مش اشكال. طب انا عايز فلوسي. فلوسك؟ فلوسك ده ايه يا ابو فلوس؟ داخل طالع 5 سنين غدا وعشا وشاي وقهوه وشي ساقع وشي سخن وحب العزيز وجاي النهارده تقول فلوسي؟ شوف الطلبات دي كلها هتتكلف كام. ايوه يا ابني عملنا حساب المشروبات اللي شربتها في بيتنا طلع 3600 جنيه. ايوه يعني احنا عايزين منك 600 جنيه. شوف هتدفعهم امتى. الله 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 الله، انتوا فاكرينها سايبه ولا ايه؟ ده انا اوديكم في 60 داهيه. بصراحه كده انتوا حراميه، وبصراحه كمان انتوا بعتوا بنتكم ولا العبيد. صراحه هي حصلت الصراحه يا ابو صراحه. طيب يا سي سعيد انا من زمان كان نفسي نبقى انا وانت لوحدنا. العالم مفضل يا سيد. ثلاثة كفاية واحد. أنا بس كنت عاوز أقول لحضرتك حاجة من غير انفعال، علشان الانفعال هيبقى أنا بص هم عايزين مني 600 جنيه، أنا إن شاء الله داخل جمعية هقبضها الرابع، وبإذن الله ياخدوا فلوسهم على دار المدينة. بره! عايز يتجوز بالصراحة بتاع الصراحة. طيب بتاع الصراحة. وبعد ما سمعنا رأي رئيس الاتحاد، نقدر نسأل حضرتك يا دكتور علوي،
حضرتك بتشجع الأهلي ولا الزمالك؟ انفاكت يعني في الحقيقة أنا لما بشوف الأهلي نازل الملعب بفانيلته الحمراء أحس كده إن 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 دفء البيئة الشرقية الحارة بيلفني، وده ممكن ياخدنا إلى إلى أصالة البيئة الشرقية ودفئها وجمالها. أيضا لما بشوف نادي الزمالك وهو نازل بفانيلته البيضة، في الواقع أنا بحس بشيء من الصفاء، وهذا الصفاء بينقلني إلى 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 روحانية جميلة جدا، وفي المود النفسي أبقى أنا مرتاح، وده ممكن أيضا إن هو ياخدنا إلى نوعية من المعاصرة اللي بتربطنا بدفء الغرب، ومفيش كلام يعني. على فين يا سيدنا الافندي؟ انت على فين طالع بيتنا؟ بيتكو هيهدوا. وايه ده اللي هيتهدوا؟ البيت طبعا. ومين اللي قال الكلام ده؟ التنظيم يا حبيبي. التنظيم ما قالش البيت يتهد، التنظيم قال البيت يتنكس. بس انا ههدوا، وان ما كنتش مصدق القرار اهو هسويه بالارض. ده استغلال نفوذ ورشوه. انت بتقول لي الكلام ده؟ بقول ليك وللي يتشدد لك. خربتوها خربتوها وقعدتوا على تلها، اذا كنت انت ولا مهندس التنظيم ولا مهندس الحي، بس عايزين اللي يوقفكوا عند حدكم كده. انا اللي هوقفكوا عند حدكم. انت بتقول الطنبون؟ اه بس تعمل شايفها مع الفائز بجائزه الكره الارضيه الذهبيه لبحثه القيم التكيف مع الواقع الدكتور علوي حلاوه. نلت عنه هذه الجائدة هو بحث. خدوه المجنون ده. امسكوه. ايوه امسكوه. 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 زي بعض. يعني ايه زي بعض يا علوي؟ عمرك ما شربت قهوة. زي بعض. علوي في حاجة؟ لا مفيش. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي. صباح الخير يا بابا. زي بعض. عاملة ايه؟ الحمد لله. امبارح في المحاضرة قابلت. عملت ايه في المحاضرة؟ قولي لي انا احسن لك. ولد صبح على بابا الاول. يا اخبار الاسهم يا بابا؟ هايله، بس اللي انا مش مطمن له سعر الين. الحاجه ايه يا واد اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه القصه اللي انت منزلها لي دي على اوضتك دي؟ ثم ايه القميص المزركش ده عامل زي ابو لذه البنات؟ انت واد انت ما تبصش لنفسك في المرايه ولا ايه؟ الله، ده حاجه غريبه والله. وانت كمان ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ معقوله يا اخوانا ده؟ أرجوك يا علو ما تزعلش نفسك، اقعد وافطر.
يا اخوانا هتزعلوني ليه بس؟ ربنا ما يجيب زعل، ما انا هادي كويس اهو، ما انا زعلان وانا متنرفز يا اخوان، وهنقعد نفطر سقينا زي ما باذن الله. الله لا اله الا الله، معقوله دي كده؟ كرواسون ها؟ كرواسون؟ ايه ده؟ وعصير برتقال؟ كل يوم كرواسون وعصير برتقال ليه؟ انا في الكندا نفسي افطر في بيتنا يا اخوانا. ارجوك ما تنرفزش نفسك، انا اسفه. اسفه يعني ايه؟ الله، انت بتاخديني على قد عقلي يا زيزي. معقوله؟ معقولة حد ياخد دكتور علوي حلاوة متخصص العقول والأمخاخ والعلم النفس على قد عقله؟ زيزي. نعم يا حبيبي. أنا عايزكم كلكم بعد 10 دقايق عشان في اجتماع مهم هقول فيه كلام مهم، فاهميني دلوقتي كلكم؟ حاضر، بس ما تنرفزش نفسك. البرنامج ده هيتسجل هنا وهتطلعوا فيه كلكم، حتى عمتكم سعاد للأسف هتيجي وتطلع في البرنامج. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان ده بيعبر عن الوجه الاسري للدكتور علوي حلاوة. فاهمين ده يستدعي ايه؟ انا لسه ما كملتش. ده يعني الاستعداد. شكلكم كلكم يتعدل. انتوا امام الملايين اللي هتشوفكم بالقمر الصناعي، انتوا الممثلين الحقيقيين للدكتور علوي حلاوة. اي خطأ انا مش هسمح بيه ابدا. ها ايه رايكم؟ حد عنده راي عايز يقوله؟ هقول بقى ارجوك يا بابا. نزل ايدك، انا لسه ما كملتش كلام. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان انا هاخد قفزه كبيره جدا، قفزه كتير قوي من دكاتره الشرق الاوسط وربما افريقيا وربما دول شرق اسيا بتحلم بهذه القفزه وان البرنامج ده يتسجل معاهم. هقول بقى ارجوك يا بابا. من فضلك اكمل انا. ده يستدعي منكم الانضباط، النظام، النظافة، كل ده لازم يحصل بعد بكرة. فاهمين ازاي؟ ده مش معناه ان انا راجل بأحد من حرية حد، لا، انا راجل بأطبق المعاصرة، بمعنى ان كل واحد لازم يقول اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت انا راجل بأمثل الأصالة، اللي معناها ان اكسر لابنك ضلع يطلع له 24 ضلع. ها قول يا حبيبي بقى، انت كنت عايز تقول ايه؟ انا كنت عايز اقول ان انا موافق على كل كلمه حضرتك قلتها. جميل جميل، انت عايزه تقولي ايه؟ انا لا. تمام كده. شوف كل واحد فيكم عبر عن رايه، في حد لسه ما قالش رايه؟ زيزي هدي نفسك يا علوي، ما تتنرفزش. اكلم الدكتور علوي حلاوه من فضلك؟ اقول له الدكتور زكي، انا عايز تخلي بالكم الجرع اللي اسمه سعيد ده كويس قوي، احنا مش عايزين يجي لنا مصيبه بسببه تاني، فاهمين؟ ايوه. اهلا يا حلاوه بيه. اهلا وسهلا. لا تحت النظر. ازاي بقى؟ طبعا برنامج الاهلي والزمالك، سجلولي في البيت. هايل هايل يا دكتور حلاوه. لا ورايك صريح وقاطع. فعلا فعلا، العفو. ايوه انا بتصل بسيادتك علشان حاله خاصه جدا. ايوه، بالنسبه للبحث اللي سيادتك عملته، البحث بتاع المتكيفون مع الواقع، ايوه، والمنشور في الجريده العلميه في العدد اللي فات. نعم. ده بحث هايل. ايوه، في مريض جالنا واظنه يهم سيادتك. بعد اسبوع؟ لا، يا ريت النهارده. ده الدكتور اللي استلمه عشان يعالجه مسافر كندا. ايوه يا فندم، كندا. وانت عارف المريض اللي زي ده ما يحتملش تغيير اطباء. يا دكتور زكي معلش، يعني انا يعني ايام سو بيزي اليومين دول، يعني علشان خاطر البرنامج المشاهير اللي انا بعمله ده ما اقدرش. معلش. ايه ده؟ حاله يا سلام، وحاله مثيره كمان للدرجه دي. عموما يعني انا اقدر اديله نص ساعه بحاله. عموما يعني ابعاده، لو الحالة عجبتني أنا هشوف.
يا سيدي أنا في سبيل العلم ما أنا فاعله. خلصنا من اللي اسمه سعيد ده. اطمن يا دكتور عباس، الولد ده مش هيقعد في المستشفى خالص. بصراحة أنت شفت المية بتبيعوا على نفسكم. إيه ده؟ بصراحة ليه كده يا ابني؟ المية يا ابني إيه؟ بتبيعوا على نفسكم يا حبيبي. إيه ده؟ يا جماعة الحقوه ودول مهدد. خلينا نشوف بقى الدكتور اللي اسمه حلاوة ده بتاع مفيش كلام هيقدر يعمل فينا إيه؟ تسكت ساكت حتى انا بخلص التقرير، فاهم ازاي؟ دكتور ما تسيبنيش ما تقفش كده. انت فاهم طيب ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت سمعته بالظبط. اللي انا سمعته ده خرف. انت ازاي تتجرأ وتطلب مني ايد اخت سعاد عشان تتجوزها؟ يا سلام، امال ايه طالب ايديها علشان لفوفها لفتين على العيله افرجهم عليها وبعدين ارجعها لك تاني؟ ما انا عايز اتجوزها. جرى ايه يا ابي؟ انت مستخسر؟ ما انت متجوز ومخلف. جت عليا انا يا ابي مش عايز تتجوزني. ايه يا ابي بقى اللي انت مسمح منك دي الاخرى دي؟ ما طول عمرنا بنقول لك يا ابي انا وسعاد. انا فاكرني عيل لسه عيل صغير معاكم ولا ايه دلوقتي؟ يا استاذ انا خلاص انا راجل دلوقتي معايا درجه علميه، لما تدوس تناديني قول لي يا دكتور. انا مستعد اقول لك يا سعاده السفير، بس انت توافق وتجوزني سعاد. مين قال لك ان انا ممكن اوافق يعني واتجوزها لك؟ طب نتفايد نقعد مع بعض كده على القهوه، اطش نقعد نشرب كوبايتين شاي، انت كوبايه شاي وانا كوبايه شاي. ايه اطش اللي انت بتجيب الكلام ده منين يا اخي؟ انا بستغرب والله العظيم. تمام نتفاهم معاه. حسنك يعني انت هتسكت له؟ مش هسكت له ولا حاجه، وكل ما في الامر بس ما رضيتش اشد معاه في الكلام، لان انت عارفه كان هو كابتن فريق الاسد المرعب، النادي اللي انا بلعب فيه، هو ده اللي خلاني اكلمه يعني. انا مالي ومال الاسد المرعب، المهم دلوقتي هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ حاجه قبل امك بقى وامر لله. يا سعاد وقف تعمل ايه يا عندك؟ في حد غريب عندكم النهارده ولا ايه؟ لا ليه؟ امال مين اللي بيتدهلك ده؟ ده حد بيتدهلك وهو متنرفز قوي. نرفز؟ احنا نهزر؟ بقى معقوله ما تعرفش مين اللي بيتدهلي؟ ده سيد الميكانيكي، وانا اقول يا رب الصوت ده مش غريب عليا، واد جتة كده وعضل وجرم وتلاقيه بيمشي عامل كده في جسمه. طب هو عندكم بيعمل ايه النهارده؟ ايه سيدي؟ انت يا بنت دي ماما. ماما بيندهلك ده دلوقتي؟ ماما اه اللي قالت اسعاد دي ماما؟ دي صوت ماما ده؟ ايوه. يا حول الله يا رب، وايه اللي جرالها؟ ايه اللي يا انت يا يا رب؟ هي عيانه ولا عامله حادثه ولا خبطه في شجره؟ احترم نفسك بقى، احترم نفسك بقى يا سعيد، دي ماما برضه. الله، انت ما تعرفش ان ماما بطلة الجمهورية في الجودو سنة 1960؟ يا حول الله يا رب. ايه ده؟ هي بتضرب مين؟ بتضرب ده صوت سيد. بتضرب سيد ليه؟ هي هو سيد عمل حاجة يعني؟ كان في مقاولة وهو بيضربه ليه؟ عايز زفة دي هتموته. حد ينادي لها؟ حد يبقى ايه؟ ايه يا سعيد؟ ايه حكايه سيد الميكانيكي دي؟ دي خالتي يا سعيد. اللي بيضرب ده خالتك؟ ايوه. صوت الراجل ده خالتك؟ ايوه. بتلعب جودو برضه ولا لا؟ بتلعب كاراتيه، دي كانت بطلة الجمهورية سنة 1959. يعني امك بتلعب كاراتيه وخالتك بتلعب جودو؟ لا، امي بتلعب جودو وخالتي بتلعب كاراتيه. اقول لك ايه، انت هتغير الموضوع ولا ايه؟ المهم دلوقتي هتيجي تقابل ماما امتى؟ لا ده في مشوار لازم اروح اقضيه الاول وبعدين اجي لكم. انا هروح اجيب سيد الميكانيكي عشان هو اللي هيخلص الموضوع ده. ده زمانهم كسروا المطبخ. امك بتلعب مع خالتك؟ ايوه. يا سيد سيد ميكانيكي. لا مفيش. طيب انت تقدر تسترخي كده وانت قاعد ريلاكس خالص كده لحد انا ما اخلص وانتبه لك، فاهم؟ غلط، استريحت.
سافرت فين وازاي؟ يا سلام، سافرت فين وازاي؟ تقتحم علينا بيتنا من غير موعد وتقول لي سافرت فين وازاي؟ من ناحيه سافرت فين؟ سافرت اسكندريه. ازاي؟ هتنازل واقول لك سافرت بالقطر. انا مش ده قصدي يا دكتور، انا اقصد انك ايه؟ انت ما تعرفش انت قصدك ايه، وقصدك ده كمان احنا ما يهمناش. ما يهمناش؟ تقصد ايه حضرتك يعني بما يهمناش؟ يعني تقصد ان ما يهمكش انت وسعاد، ولا بتقول ما يهمناش دي على اساس انك انت بتفخم في ذاتك وبتكبر في نفسك؟ يعني عشان ابقى فاهم ومستوعب بالظبط. هتغلط وتقل ادبك هتتخذ معاك اجراء تاني، فاهم ازاي؟ يعني ايه؟ عايز تضربني؟ اضربنا يا دكتور، مد ايدك عليا، انا جاي ومستبيع النهارده، عايز تمد ايدك عليا اضربنا يا دكتور. يا ابني لم نفسك، مش انا اللي اظفر ايدي واضرب واحد زيك انت. في حاجه يا علوي؟ اذا كنت عايز تتضرب في اللي يضربك، اذا كان الضرب يعني هو الحل لامثالك. انت ايه بتهددني؟ انا ما بتهددش. انت فكرك يعني بالشكل ده تقدر تمنع جواز انا وسعاد؟ لا، اللي هيمنعك هو سعاد نفسها، لان هي اللي غيرت رايها. كنها تسحب وراها من جامعة القاهرة وتسافر توديع جامعة اسكندرية، معنى هذا ان هي غيرت رأيها. هي سافرت هي وخالت اسكندرية. اذا حبيت تتأكد من كلامي سافر اسكندرية، وهو بالمرة تتعرف على خالتي وتقابلها هناك. يا خالتك سافرت معاها اسكندرية؟ ايوة. يبقى انت لازم تستسلم، مش عشان خالتي وبس، لا، عشان لازم تعرف ان ده رأي سعاد كمان، لان هي اللي سحبت ورقها من جامعة القاهرة وبعتته جامعة اسكندرية. يبقى اذا هي غيرت رأيها. في حاجة يا حبيبي واقف مستني حاجة؟ يا علوي معاك مين؟ لا يا ماما مفيش حاجة، مفيش حاجة يا ماما، ده واحد كان جاي غلطان في العنوان وعرف الغلط بتاعه وهو ماشي دلوقتي ومش هيرجع هنا تاني. يلا يا بابا، يلا يا حبيبي، اجري ذاكر لك كلمتين كده ولا شوف لك حاجة تعملها كل منها عيش. يلا اتفضل، ورينا عرض كتافة. اتفضل. يا ساتر، سكة وطريق، يا ساتر يا ساتر. ها يا أخ، اسم سعيد أيوب، مش كده؟ مش مظبوط ده اسمك؟ هو الاسم مش مكتوب قدامك في التقرير؟ مكتوب. أيوه. طب أمال بتسأل ليه؟ شوف يا أخ سعيد، أنت يمكن في الشهور اللي فاتت دي رحت لدكاترة كتير، تعاملت مع مدارس مختلفة، لكن احنا النهاردة هنقعد مع بعض كناس اغراب بنعرف بعض لأول مرة. هنتكلم مع بعض بمنتهى الصراحة، بمنتهى الوضوح. ممكن ده؟ ممكن ايه؟ اللي انا قلته ممكن؟ عايزني اقول لك رأيي بصراحة؟ بمنتهى الصراحة، من غير لف ولا دوران، في منتهى الوضوح، وتقول كل حاجة، متخبيش حاجة عنك. مفهوم يا أخ سعيد؟ سعيد، سعيد، قوم يا بابا، قوم يا حبيبي ونام في بيتكم. يلا بابا. سعيد، سعيد، بلاش الغروب النفسي ده يا سعيد. سعيد، اللهم اجعله خير خير خير، اللهم اجعله خير. استريح بس انت واسترخي، اتفضل. انت كنت بتسأل سؤال. لا مش مهم، انا خلاص عرفت اجابته.
سعيد، انت واضح انك اتعرضت في الفترة اللي فاتت دي الى ضغوط كبيرة جدا قبل ما تخش المستشفى، مش كده؟ 5 سنين. 5 سنين. 5 سنين وانا بتعرض لضغوط نفسية رهيبة. معلش، الحياة اللي احنا بنعيشها بتفرض علينا هذه الضغوط، معلش. لكن اللي انا عايز اقوله لك بصراحة وبصراحة شديدة جدا، يا ابني يا ابني خليك معايا من فضلك، بلاش النوم، بلاش الظروف دوا، بلاش كلمة الصراحة اللي بتخليك تنام بيا. سعيد، اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير. مفيش يا ماما، رحلة الغردقة دي ميعادها متحدد من زمان، وانتم موافقين اني اروح، يبقى ايه اللي جد بقى؟ اللي جد يا حبيبتي برنامج باباكي. اديكي قلتي برنامج بابا، انا لزومي ايه؟ كلنا لزومنا ايه؟ وبعدين يا لولا، بابا مصمم ان كلنا نظهر في البرنامج ده. انا عن نفسي عندي مذاكرة مع الشلة، قصدي مع زمايلي. وائل، بابا مصمم ان كلنا نظهر في البرنامج ده. سيب الولاد يعملوا اللي هم عاوزينه يا زيزي. سعاد، دي اوامر علوي، وانت عارفه كويس قوي اخوكي. علشان عارفاه بقولك سيبيهم يعملوا اللي هم عاوزينه. والله انت اجدع عمه في الدنيا يا عمتي. عمه ايه يا واد؟ ده انتوا بعتوا طولي. ثم تعالوا هنا، انتوا طول عمركم بتقولوا لي يا سعاد حاف كده، ايه اللي جد في الموضوع؟ اللي جد يا ستي برنامج المشاهير اللي بابا عايزنا نطلع فيه، فلازم نقولك يا عمتي عشان الاحترام. ايوه، وهي دي اوامر علوي، كل افراد الاسره لازم تظهر في البرنامج ده. انت فكرك يا زيزي علوي هيحس بغياب اي حد فينا ساعه تسجيل البرنامج؟ يا زيزي، علوي حلاوه ما بيحبش غير علوي حلاوه وبس. سعاد، ما يصحش كده. بقى بذمتك انت مش عارفه ان عندي حق؟ مش هو ده الموضوع يا سعاد، بس المفروض الكلام ده متقالش قدام الاولاد. يا زيزي الولاد عارفين كل حاجه وفاهمين ابوهم كويس قوي، انت اللي مش عاوزه تعترفي بالحقيقه دي. لا 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 يا سعاد، لا، صحيح ان علوي اخوكي، بس علوي جوزي، انا جوزي اللي عايش معاه طول عمري وعرفته عن قرب. يعني مش هقولك ان علوي ما عندوش عيوب، لكن علوي اللي عرفه انا انسان طيب، انسان حنين، وجايز كمان انسان غلبان. ياه، كل الكلام ده عن علوي ولا عن حد تاني ما اعرفوش؟ انت فعلا ما تعرفوش، انت كل اللي تعرفوه عن علوي انه الدكتور الناجح، صاحب المستشفى الكبيرة، الشخصية المرموقة، صاحب الابحاث والكتب. لكن علوي الانسان انا بس اللي اعرفه، وياريت ياريت كلكم تشوفوه زي ما انا شايفاه. يا زيزي علوي اخويا وعارفاه كويس قوي. علوي علشان يوصل اللي هو عاوزه يدوس على اي حد في الدنيا دي كلها، ممكن الابيض ينقلب اسود لو هو عاوز يشوفه كده. لكن انت مش عاوزه تعترفي بالحقيقه دي، مش علشان مش قادره تشوفيه على حقيقته، لا، علشان مش عاوزه تعترفي بالحقيقه دي. وتفتكري يا سعاد ليه مش عايزه اعترف بالحقيقه دي؟ علشان لو اعترفت بيها هتعترفي ان اختيارك كان غلط من الاول، وان حياتك كلها كانت غلط. هو ده السبب الوحيد يا زيزي اللي مش عاوزه تعترفي بيه. لا يا سعاد، لا، انت غلطانه، غلطانه قوي. انا عارفه حكايتك، ايام ما كان علوي اخوك عايز يفرق بينك وبين زميلك اللي كان معاكي في الكليه وكان عايز يتجوزك، ساعتها سبتيه وعشت في اسكندريه لوحدك، بعدتي عنه كتير قوي، وعشان كده ما عرفتيهوش عن قرب. ما تقدريش تحكمي عليه ولا على حبه ليا ولا حبه الاولاد. مش عارفه اهنيكي على اخلاصك ليه ولا اعزيكي على الوهم الكبير اللي انت عايشه فيه. هو ده الوهم اللي مسبب لك كل المشاكل اللي انت عايش فيها دي يا ابني. بس انا مش عايش في الوهم يا دكتور، انا مش عايش في الوهم. انا لو عايش في الوهم كان زماني ما بقتش هنا. انا مشكلتي انا صريح زياده عن اللزوم، مشكلتي اني بقول للعوة عن طعوة في عيني، بقول الغلطان انت غلطان ما فيهاش فصال، يا في فصال والله ما فيهاش فصال. لا، انا غلطان، انا حاسس انت ما انتش غلطان يا ابني، بس ده في علم النفس هو ده الوهم بعينه.
يعني ايه؟ اللي انت بتقول عليه ده منتهى الوهم. انت فاهم نفسك ان انت فاهم كل حاجه، ان انت تقول للاعور انت اعور زي انت ما بتقول كده. ما هي ما فيهاش مثال يا دكتور، يا اعور يا مفتح. والله ده فيها مثال. ايوه والله. انا عارف يا ابني، انا عارف يا ابني، انا عارف يا حبيبي. بس هو ده برضه زي ما بقول لك في علم النفس بنسميه الوهم. الدنيا دي وجهات نظر، ما هياش وجهه نظر واحده. الدنيا دي وجهات نظر. الصح صح من وجهه نظر مين؟ الغلط غلط من وجهه نظر مين؟ طيب جست نساء اللوحه دي لونها ايه؟ لونها ايه؟ الحمد لله لونها اخضر. لا لا انا مش اخضر. شوف اهو مجرد مثل بسيط وقعت. الصبر يا رب، الصبر يا رب. تعالى بس يا عم الله يكرمك، عشان انت المكان عندك نظيف ومش عايزين نبهدله، علشان انا مش لا ناقصك ولا رأي. ده اللون ده مش اخضر، اللون ده مش اخضر. طيب ما فيهاش فصال. طيب والله ما فيها فصال. طيب انا هفهم. والله ما فيها فصال. طيب اخضر اهو قدامك. طيب انا هفهمك. هو فعلا من اول واحده لما تبص للون ده تقول عليه اخضر، لكن الاخضر اللي انت شايفه ده حقيقته العلميه ايه؟ ايه هي دي؟ وجهه النظر الثانيه. الاخضر ده ممكن يبقى لونين مختلطين مع بعض يدوني اخضر، لكن ممكن واحد تاني اقول له دي ايه يقول لي دي عباره عن ازرق واصفر. دي وجهه النظر الاخرى. طيب استنى، الشنطه البني دي اظن لو سالتك لونها ايه هتقول لي بني، مش كده؟ لا 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 وانا عبيط، دي لونها احمر. ابيض، لونها ابيض يا ابني. ابيض ايه واحمر ايه؟ ما هي بني قدامك اهي، بني. بني. لا مش بني. ما هو البني اللي انت بتقول عليه دوت ممكن يكون امتزاج لونين تانيين على سطح تاني انت بتشوفه بني. لان دلوقتي الحقيقه والصراحه اللي احنا لازم نفهمهم لك ونبقى سعيد. سعيد سعيد يا ابني اصحى يا بيه. اللهم اجعله خير. في ايه؟ في حاجة؟ في حاجة. ايوه، في ان الصراحة بتقول لا، انت لازم يا ابني تصحى وتواجه الحقيقة. حقيقة ايه يا دكتور؟ حقيقة الاحمر والاخضر والبني. ايوه ده مجرد مثل، دي البداية يا ابني. تقرير المستشفى الحكومي اللي انت جاي بيه، وتقرير البوليس، وكل المشاكل اللي انت سببتها لنا دي، واللي بيقول عليها التقرير. واحد، اتهامك لرئيسك في العمل بانه حرامي ومفسد. اثنين، اتهامك لاهل خطيبتك بان هم باعوها زي العبيد. ثلاثة، اتهامك لصاحب البيت اللي بسببه انت فقدت مسكنك واتهمته بالرشوة لموظف عار. كل الالفاظ اللي انت قلتها دي حرامية ومفسدين وعبيد، مش ده كلامك؟ بس انا ما افترضتش عليهم يا دكتور، هما كده فعلا حرامية ومفسدين ومرتشين. ما فيهاش فصال. والله ما فيها فصال، والله ما فيها فصال. بأمارة ايه؟ ما تنساش وجهة النظر التانية يا ابني. قصدك تقول ايه يا دكتور؟ قصدي اقول ان انت اتهمتهم بان هما حرامية ومفسدين وتجار عبيد. بأمارة ايه؟ ده انت ما عرفتش حقيقة اللون الاخضر. يعني عايز ايه يا دكتور؟ مش فاهم. انا قصدي اقول إن عيبك هو إيمانك وتصورك بإن الحقيقة لها وجه واحد، بينما ممكن الحقيقة يبقى لها وجهين وثلاثة، وممكن أن يكون للحقيقة ألف وجه زي ما بيقولوا. هما مين اللي بيقولوا؟ مالكش دعوة بمين اللي بيقولوا، خلينا في موضوعك. أنا عايز علاقتنا مع بعض تبتدي بإن أنت تقول لنفسك كلمة واحدة بس. الأخضر مش أخضر. مش بالظبط، تقول الاخضر
ممكن يبقى اخضر وممكن يبقى مجموعه الوان. لازم تكرر دايما بينك وبين نفسك ممكن وممكن، ممكن وممكن، مفيش حاجه صريحه وواضحه 100%. حاجه صريحه وواضحه ومش عارف ايه، دي طفوله جهله. فاهمني؟ بحاول. يعني فكرك يا دكتور ممكن ابقى كويس واطلع من المستشفى بسلام لو مرنت نفسي على ممكن وممكن. لا مش على طول، دي مجرد بدايه لمرحله العلاج الطويل مش اكتر. انا مش عارف اشكرك ازاي يا دكتور علوي حلاوه، انت فعلا فتحت عيني على حاجات كتيره قوي ما كنتش واخد بالي منها. فعلا ممكن وممكن. يعني ده ممكن يكون كرسي نقعد عليه. ايوه. وممكن يكون ايه تاني؟ ممكن ايوه. استنى شويه. ايوه استوعبني بس. ايوه ممكن استنى بس حاجه معايا. ايوه لا قول انت. ممكن يبقى حتة ديكور وما يتقعدش عليه وما كبير. حتة ديكور. ايوه. ده ممكن يبقى حتة ديكور. ايوه. كرسي. وممكن يبقى حتة ديكور ما يتقعدش عليها. كراسة. وورق. ايوه. ده ممكن يكون قلم جاف وممكن يكون فقاعة عيون. يا ابني بلاش العنف اللي انت بتعمله ده واستمر في التدريب. انا هبعتك للدكتور زكي بتقرير للمستشفى اللي انت كنت فيها. اتفضل قدام. مودين على فين؟ مودين على فين بس يا دكتور؟ ايه موديك على فين يعني؟ هبيعك؟ هترجع المستشفى اللي انت جاي منه؟ ربنا يخليك يا دكتور، خليني جنبك. بلاش عشان خاطرك. عشان خاطر الايام الحلمية الحلوة. عشان خاطر فريق الكورة بتاعك القديم اللي انت كنت الكابتن بتاعه. كورة ايه بتاع ايه؟ انا عمري لعبت كورة يا اخي. على فكرة انت لسه مش فاكرنا يا دكتور. انا سعيد. انا سعيد ايوب. مش فاكرني ولا قال لي كنت ساكن تحت منكم في بيت الحلميه؟ لا مش فاكرني لسه. انا لما ربنا كان يكرمك بقى وتاخد الفيلا بتاعت سقاره لوحدك كده. وانت جبت عنوان فيلا سقاره دي منين؟ من الجرايد والتلفزيون والاذاعه. انت مشهور قوي يا دكتور. يا سلام. على فكره لسه مش فاكرني. انا سعيد ايوب الهاب سنتر بتاعك بتاع الفريق. ولا انت وانت صغير وانت بتلعب كنت لعيب جامد قوي وتخزن يمين وتخزن شمال وهو وتشوط الكره من الجول للجول مفيش لعيب يقدر يقف قصادها. يا سلام. واللي كان يقف قصادك كنت تاخده مقلب حراميه. عشان كده ايامها كنت مسمي لك عيل ومقلب حراميه. يا عيني على فكره دي بتجيبي قصاص دي منين؟ حراميه مش حراميه دي. على فكره برضه سعادتك لسه مش فاكرني. انا سعيد ايوب اللي كنت هتجوز اختك سعاد. خلاص خلاص تهيم افتكرتك. عايز ايه تاني؟ عايز افضل جنبك هنا يا دكتور. المستشفى عندك هنا نظيفه والملايات حلوه ونظيفه وفي تلفزيون وفي تكييف. ما تودينيش السجن اللي كنت فيه. احنا قلنا ايه؟ ممكن سجن وممكن مستشفى. ايوه خليك فاهم كده وواعي مظبوط. فاهم ازاي؟ عموما انا عشان خاطر المعرفه اللي احنا طلعنا فيها دي انا هفتك هنا 10 ايام فقط لليل. هحطك تحت الملاحظه. ها اذا جبت نتيجه كويسه هخليك، ما جبتش نتيجه كويسه انا همشيك. حاضر. فاهم ازاي؟ عباس سيد رحمي. سيد رحمي. دول الممرضين بتوعك. خدوه ودوه اوضته. جاهز. اهلا وسهلا. عباس وسيد ورحمة. ليه يا عباس؟ ما كفايه عباس ولا سيد ورحمة. ده ممكن يكون اثبات للبحث بتاعي. المتكيفون على الواقع. صدقني يا صاحبي يعز عليا سيبك. بس هعمل ايه؟ أوامر بابا لازم تمشي على أي حد. وعليك أنت ممكن تمشي يا صاحبي. عليك أنت ممكن إيه؟ ده تمشي عليك أنت بالخصوص دون عن أي حد في العيلة الكريمة. عارف ليه؟ لأنك برغبتي أنا جيت في عقلي أنا بإرادتي أنا. وأنا دي بقى محدش يقدر يقولها لا بهمس ولا بصوت واضح إلا واحد بس. أنت طبعًا عارفه دكتور حلاوة. وائل.
ايه في ايه؟ في حاجة؟ انت بتتكلم مع مين؟ بتكلم نفسك؟ اكلم نفسي؟ هو معقولة اكلم نفسي برضو ابقى ابن الدكتور حلاوة واكلم نفسي؟ يا واد يا واد انا سامعاك وشايفاك بعناية بتكلم نفسك. قول لي يا ابني، قول لي كده، قول لعمتك في حاجة شغلاك؟ عمتي بشويش عليا بس. انا صحيح كنت بكلم بس مش مع نفسي، كنت بتكلم مع زيكو. زيكو؟ زيكو مين؟ زيكو مع الموتوسيكل. بتتكلم مع الموتوسيكل؟ ده انت لو كنت بتكلم نفسك كان ارحم. ليه بقى؟ ما انت لو كنت بتكلم نفسك يبقى في مشكله عاوز تحلها، انما بتكلم مع حته حديده دي بقى اللي مش مظبوطه خالص. الموضوع مش كده. انت حبيتها. انا زهقت خلاص. انت عمرك ما زهقتي؟ عمرك ما حسيتي كده ان جواكي كلام عايزه تقوليه لبطقي؟ هو انا يعني في نفس الوقت عايزه تقولي الكلام ده ما تقدريش تقولي مع اي حد، فتروحي مختاره اي حاجه، اي حاجه في الدنيا وتروحي مكلماها. عادي، مساله بسيطه بتحصل مع اي حد. اي حد ما عندوش اي حد يتكلم معاه، لكن انت عندك ماما وبابا واختك، ده حتى ابوك شغلته ان الناس تروح تتكلم معاه. ما فكرتش تروح له؟ اروح لبابا؟ رحت لبابا وخدت منه ميعاد ان انا اقدر اقعد اتكلم معاه بعد 9 أشهر و3 أسابيع. كام؟ 9 أشهر و3 أسابيع، يعني لو في ست حامل ممكن تولد بالسلامه، واكون لسه ما قدرتش قعدت مع بابا عشان اكلمه. بغض النظر انا ليا رايي في ابوك ما احبش اقوله قدامك. انت؟ وهو برضه له راي فيكي بيقعد يقوله لنا على طول قدامنا كلنا. قلت لك بغض النظر. انا بقى ما انفعش؟ ماشي تتكلم معاي؟ لا تنفعي، اي حد في الدنيا ممكن ينفع يتكلم معاي، بس المشكله اللي انا فيها محدش يقدر يحلها غير واحد بس، بابا نفسه. اللي هي ايه؟ اللي هي زيكو، اللي مانعني ان انا اركب. الله، واذا ما كانش عاوزك تركب الموتوسيكل جابهولك ليه؟ عشان اقدر اتكيف مع الواقع. كيف مع الايه؟ طب والحكايه دي مالها ومال الموتوسيكل؟ ازاي بقى؟ ما هو اصراري على الموتوسيكل خلاه يجيبهولي عشان ايه؟ عشان تبقى فيه تجربه رائعه، ان الحاجه اللي انا عايزها تبقى قدام عيني وارادتي القويه تمنعني ان انا اركبه. طبعا الحكايه دي نجحت وقدرت تتغلب على ارادتك. يعني انا حاولت ان اتغلب على ارادتي ساعات النهار بس، لكن قلت بقى بالليل لما بابا ينام ممكن ارادتي تنام شويه معاه. طبعا ما كل حاجة لازم تستريح. المهم الحكاية دي مشيت شوية وركبت الموتوسيكل أنا شوية كده بالليل والأمور مشيت وهديت، لحد ما بابا فجأة كده جات له فكرة بحث رائعة بالليل. عديك على اللي عمله. ظبطك وأنت راكب الموتوسيكل؟ لا، ده عشان اكتشف إن إرادتي كانت نايمة. عمل إيه بقى ساعتها؟ حاجة، بعد المحاضرة وخصم المصروف وكتابة كلمة إرادة 365 مرة على السبورة، وده كان كله بقى في ميدان علاج إرادتي. راح مكسر الموتوسيكل، وده بقى كان في ميدان تحطيم إرادتي. ومن ساعتها وأنت بتكلم الموتوسيكل؟ ما هو ده بقى اللي اسمه التكيف مع الواقع. يعني أنا طالما مش قادر أركبه يبقى أتفرج عليه وأكلمه، هو كده يبقى له منفعة. بلاش كلام فارغ، ما فكرتش تصلحه؟ أصلحه؟ طب وبابا؟ بابا قال ما تركبوش، انما ما قالش ما تصلحوش. اه فعلا عندك حق. ها عرفت هتعمل ايه مع الموتوسيكل؟ لا، اما حكايه ارادتك دي بقى اما يجي بالليل هكلمه فيها. علي مش هتقوم تتعشى؟ والله انا شخصيا ماليش نفس وعايز انام بدري عشان اصحى بكره فايق كده للبرنامج. طب واختك سعاد مش هتقعد معاها شويه؟ يا شرفت من اسكندريه. اول ما بعت لها جت على طول. دي بتحبك قوي يا علوي، نسيت كل اللي كان بينك وبينها زمان. تعال اقعد معاها شويه. عموما بكره اشوفها. الولاد كانوا عايزين. عايزين ايه الولاد كمان؟ عايزين يقعدوا مع ابوهم يا علوي. ما يقعدوا مع ابوهم، حد حشهم. ما انت ابوهم يا علوي. والله دي مساله يعني فيها وجهه نظر. نعم، يعني ايه؟ يعني
يعني انا ممكن ابقى ابوهم لما اكون فاضي وعندي استعداد ان انا اسمع له، وممكن ابقى الدكتور علوي ومش ابوهم لما ابقى تعبان وعايز انام. فهمتي؟ في الحقيقه لا، ما فهمتش. اعمل فيك ايه؟ انا ياما غلبت عشان افهمك حكايه ممكن ومش ممكن. ايوه بس انا عايزه اقول لك. ممكن تبطلي كلام؟ انا عايزه افهمك يعني. ممكن تعتقيني عشان انا عايزه انام؟ من فضلك اقول. ممكن تريحيني من كتر كلامك ده؟ يا ربي مش ممكن. ممكن تكون ايه تاني؟ ملاية لف. ممكن تكون ملاية لف. مراية. ممكن تكون ايه تاني؟ ممكن تكون صبورة. العشاء. واحدة ست. وممكن تكون، لا لا مش ممكن طبعا. لو ما كنتش واحدة ست ممكن تكون ايه؟ جاري يا استاذ. ما جراليش، انا زي الفل. انا بسألك سؤال بمنتهى الصراحة وبمنتهى الجدية. لو ما كنتش واحدة ست، انسانة يعني، ممكن تكون ايه؟ اللهم طولك يا روح. اتحشم يا 37 احسن اوريك ممكن اكون ايه بصحيح. ارجوكي وريني. ممكن اكون اليوم اللي انت ما شفتهوش في حياتك، وممكن اكون الساعة اللي تتمنى ان انت ما تعرفهاش طول عمرك. افهميني يا انسة. نانسي؟ ايوه نانسي. مش لاقي عليها خالص. انسى انسى، انا مش عايزك تزعلي مني. انا بتمرن. روح اتمرن بعيد عني واطبخ الاكل ده، واول ما تخلص تدق الجرس. فاهم؟ انا معرفش بيجيبوهم منين دول. لو ما كانتش واحدة ست ممكن تكون ايه تاني؟ انا اسفة يا سعاد، اصل علوي كان تعبان شوية فدخل ينام. احسن له احسن لي. ما تزعليش يا حبيبتي، انت عارفة قد ايه بكرة لحظة مهمة في حياة علوي. اه طبعا. امال انا جاية ليه؟ قصدك ايه؟ لا مش قصدي. هو انا قلت حاجة؟ انا مش فاهماك، بس نبرة صوتك مش عجباني. هو مش علوي حب الديكور اللي حواليه في البرنامج يبقى كامل؟ ديكور؟ ديكور ايه؟ انت والعيال، العيلة السعيدة، المثل الاعلى في حياه علوي حلاوه النجم المشهور. وعشان اللمه تحلى وتبقى اللمه حلوه، اخت الصغيره اللي رباها علشان الناس تعرف قد ايه هو انسان. هو ده الديكور يا زيزي، الديكور اللي عاوزه علوي وراه وهو في المقدمه. اقصى عليك يا سعاد، عليك تشبيهات غريبه جدا. أنا طول عمري أعرف إن الديكور حيطة وترابيزات وكراسي، بس إحنا بشر. بالظبط كده. لكن للأسف علوي ما يفرقش بين الحيطة والكراسي والترابيزات وبين البشر. صحيح ممكن أكون إنسان، وممكن أكون إيه تاني؟ أنا لازم أعرف إجابة على السؤال ده. لا
لازم اعرف اجابه. أهلي. انا انت لسه ما نمتش لحد دلوقتي؟ لا اصل انا مش جاي نوم، وبعدين في سؤال لازم اعرفه اجابه، ومش هنام ولا يجي لي نوم الا لما اعرف اجابته. قول لي تستنى الدكتور لغايه ما تساله على اللي انت عاوزه. ايوه صح صح، هو الدكتور صح، هو اول ما يجي الدكتور ان شاء الله بكره الصبح اول ما اشوفه لازم اساله السؤال ده عشان يجاوبني عليه. ريح روحك، الدكتور واخد اجازه الاسبوع. وازاي ياخد اجازه من غير ما يقول لي؟ هو هيفضل يلف على العيانين واحد واحد ويقول لهم اتفضل. على العموم هو واصف لك المهدئ ده وقت النزول، خد افتح بقى. بس انا لازم اعرف اجابه على السؤال ده. افتح بقى. خد شويه ميه. افتح بقى. يلا خد شويه ميه ونام. ويا تسمع لك نفس ولا صوت، فاهم؟ اللي ابتلانا به الدكتور علوي. ماله؟ انا عارفه لا له اهل ولا حد يزور ولا يدفع بقشيش. ما انت لسه واخده بقشيش بالدولار من 105، عايزه ايه تاني؟ هو لوحدي، ما انا وانت بنقسمهم مع بعض. شش توطي حسك، حد يسمعك يا نانسي. امال انت عايزه تلهفي ايش دولارات وايش ينات وايش ماركات لوحدك ولا ايه؟ ولا تحب ده يوصل للدكتور حلاوه؟ يخص عنك يا ياسم، وانا برضك اخبى عليك حاجه، ما اي حاجه بتوصلني بنقسمها مع بعض. لا انا بس بنبهك. ما تخافش، ولو 37 رن الجرس طنشه، انا مش فاضيه للاشكال دي، فاهم؟ مساء الخير. مساء النور يا دكتور. مساء النور يا دكتور. على فكره كنت عاوز اقول لك حاجه، قرايب الحاله 37 جم زاروهم قيمه شويه وعطوا بنت حوالي 20 دولار. ايه؟ انا بس حاولت افهمك علشان يعني تبقى المسائل الاخوان تصبح على خير. لك يا ابي حلاوه. اوعى انا هتحايل عليك. اوعى يا ابي حلاوه. ابي حلاوه. ابي حلاوه. ابي حلاوه. ابي حلاوه. ابي حلاوه. وفي ايه يا بابا؟ في حد زي ما يكون بيند على حضرتك. انا مش عارف اما اروح اشوف مين اللي بيند عليا ده. ازيك يا سعاد؟ ايه هتسرب بالشكل ده؟ لا انا هاجي معاك. لا تيجوا معايا فين؟ يا اخوانا استنوا عندكم. ايه؟ انا هاجي معاك يا بابا. تيجي معايا فين؟ الله، انت ايه اللي في ايدك ده؟ ده مضرب عشان لو كان حرامي. وافرض يا اخوانا حرامي، حرامي هيندهلي باسمي يقول لي انزل يا دكتور علوي، وثانيا يعني تاخد له مضرب التنس دوت، عارف انت المضرب ده بكام؟ طبعا، ما هو انت مش غرمان حاجه يا حبيبي، انما لو تعرف ده بكام دوت، انما انت ايه؟ كل حاجه بتجيلك ببلاش. خلاص يا حلوي خلاص، هدي نفسك. مش ههدي. ايه؟ طب شوف بس، شوف ايه الراجل بينادي عليك. استنى استنى، خدني معاك، انا جاي معاك. ابي حلاوه قول يا دت. يا دت انت مساكني من حرامي ولا ايه؟ حرامي ولا ايه يا دت؟ يا انت حرامي. ايه حرامي بنضاره يا راجل؟ ايه يا ابي حلاوه؟ تعالى ابي حلاوه. اقول لك ايه هخبطك. ابي حلاوه انا سعيد يا بيه. واد انت خد بس خلاص 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 افصل. تبعك يا دكتور. ايوه ايوه طبعا. امال تبع؟ يلا يلا. ده ايه ده؟ انت مشغله ازاي ده؟ امشي. مساء الخير يا بيه، وحشني قوي. كلمني هنا. انت جيت هنا ازاي؟ جيت بعربيه، عربيه لوري. اتفقت مع السواق، قلت له رايح سقاره، قال لي اه بس هاخد بريزه. رحت اعطيت له بريزه ومسطح ورا على بس ايه هوا بقى. انا مالي جيت
باللوري ولا جيت لحركه حمارة؟ انا مالي؟ انت جيت هنا ليه؟ عايز ايه؟ جاي اسالك سؤال مهم جدا عشان يجي لي نوم، مش عارف انام. ان شاء الله معانا تنام. انت مجنون يا هاد؟ مجنون؟ ايوه مجنون، واسال المستشفى بتاعتك، مجنون رسمي. ولو ما جبتليش على السؤال دلوقتي هفضحك في الفيلا دي كلها وفي الفيلا اللي جنبكم. لازم تجاوبني على السؤال دلوقتي. ايه هو السؤال يا ابني؟ زيزي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه؟ شاي عشان الضيف. ده مش ضيف، ده مجرد كيس عندي في المستشفى. وافرض ان هو كيس عندك في المستشفى، الشاي مش هيضره. وبعدين ده جاي مشوار طويل قوي، زمانه تعبان. اتفضلي سيبينا دلوقتي لوحدنا. حاضر، ما تزعلش نفسك. اتفضلي. حاضر. اتفضل يا استاذ، قول السؤال اللي انت جاي هنا عشان. طب مش لما اشرب الشاي الاول بس؟ لا، مش قبل ما تقول انت جاي هنا ليه. انا بصراحه ليه. وبعدين بصراحه دكتور انا كنت بتمرن. تتمرن على ايه؟ على ممكن وممكن. وبعدين في ايه؟ بس لقيت نفسي صحيت كده على دنيا جديده. انا مش عايزك بس تزعل نفسك حضرتك وتخلي بالك طويل معايا، انت الدكتور بتاعي. انا صحيت على دنيا جديده، دنيا مريحة فيها ممكن وممكن، ممكن كذا وممكن كذا. اتفضل قول في ايه. انا هقول لحضرتك، انا كنت ماشي في التمرين زي الفل، حلو قوي واخر تمام. وبعدين؟ وكنت عايز انام، لسه هطلع على السرير انام وبشد اللحاف كده وبشغل مزيكا هادية ومولع لمبة كده كنت جايبها انا معايا، فقلت ايه يعني عشان ابقى عايش بقى براحة نفسية كده تمام، ولسه هنام وغمض في تجريني الساعة 12 بعد نص الليل عشان تحكي لي تاريخ حياتك في السرير، وجاي تقول لي انام وما نمشي. اتفضل يا استاذ قول انت جاي هنا ليه؟ خلاص طالما انت الدكتور بتاعي ومش طايقني ولا طايق لي كلمة، وهو انا المفروض بفضفض على صدرك وبشكي لك همومي ومش عاجبك، لما مش عايزني اتكلم انا مش هتكلم. لا هتتكلم، هتتكلم وتقول عايز ايه. حاضر هتكلم، بس خلي بالك طويل معايا شوية بس عشان اعرف اقول لحضرتك اللي انا عايز اقوله بالظبط. انا داخل انام، دخلت عليا نانسي الممرضه اللي هي التخينه ديت، دخلت عليا بالعشاء، كانت جايبه لي حته جبنه وزبادي وزيتون اسود كده. انا ما بحبش الزيتون الاسود ده لانه ايه شكله، انا بحب الزيتون التاني اللي هو من بلاد بره، انما السيوي. يا ابني في عرضك تقول انت عايز ايه؟ ايه السؤال؟ دخلت على نانسي بقى على طول اول ما شفتها، قلت لها لو سمحتي انت ممكن تكوني انسانه ست وممكن وبعدين وبس. بس ايه؟ بس ما هو ده السؤال يا ابي يا دكتور. اللي هو ايه بالظبط؟ حدد. الانسان ممكن يكون انسان وممكن يكون ايه تاني بقى؟ يعني انت سبت اللي في الدنيا دي كلها وما جيتش الا على الانسان وما عرفتش ايه دي بقى اللي صدرتني؟ والله هي جت معايا كده بالصدفه البحته يعني. والمطلوب مني انا ايه دلوقتي؟ تجاوبني على سؤال. يا ابني انا دي مش مهمتي، وانا لو جاوبتك يبقى انت هتخف ازاي؟ يعني ايه؟ يعني تدور على الامكانيه الثانيه اللي ممكن يكونها الانسان، فاهم ازاي؟ ولو ما عرفتش تدور على حاجه ثانيه وتتمرن عليه. يبقى مش هنام يا دكتور. يا ابني انا كاتب لك في المستشفى على منوم ينيم جمل، ما نمتش ليه؟ اديته للجمل. ما انا بهزر معاك يا دكتور، مش هنعرف نتكلم كده مع بعض ولا ناخد وندي في الكلام. بصراحه انا بصراحه المنوم ضحكت على نفسي ما شربتوش، حطيته تحت لساني وما بلعتوش. طب اتفضل بقى دلوقتي، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه؟ مش عارف انا دخت فجأة ودماغي لفت الدنيا. لا اوعى تنام لي هنا، فاهم ازاي؟ الله يخليك يا دكتور، استنى الزر المناوم قرب يشتغل معايا. يا ابني انت مش قلت ما خدتوش؟ انا ما خدتوش، انا حطيته تحت لساني على بال ما تخرج ننسى ابقى اطلعها، وبعدين زي ما تقول الزر ده في بقي. لا لا اوعى تنام هنا. سعيد 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 يا ولد، خلاص بقى يا علي سيبه نايم. يا اخوانا غلط ان المريض النفسي يبقى مرتبط بالدكتور بتاعه كده، ده اولا. ثانيا اني انا مش ممكن انيم واحد غريب في بيتي. ثالثا انتوا عارفين ان في ناس بتوع التلفزيون جايين بكره هيسجلوا معايا برنامج، وممكن الفصل ده يبوظهولي. خلاص بما انه فصل سيبه ينام في استراحه الجنينه، مش هيجري حاجه. استراحه الجنينه دي مش جزء من البيت ولا ايه؟ لا يا بابا دي مجرد ملح زائد اوضه الغفير جنبها يا بابا. وبعدين حرام عليك تسيبه يمشي وهو في الحاله دي. انت عارف احنا ساكنين في حته مقطوعه بيننا وبين العمار مش اقل من 30 كيلو، وهو تبقى عملت حاجه لله يا ابي. يا
يا جماعه انتوا فاكريني ايه؟ ان انا ما عنديش قلب يعني خالص كده؟ وده معقوله برضو؟ نقطينا بسكاتك انت بس يا سعاد. الله يا جماعه، انا كان ممكن ابيته هنا، لكن انتوا عارفين يعني ان انا الاستراحه دي انا حاطط فيها جهاز 8.5 مليون جنيه استنى عليه بس اما انقله المستشفى. مش ممكن انا يمه في اوضه فيها جهاز بنص مليون جنيه. يوه يا علوي بلاش حجج بقى، انت عارف ان الصراحه اوضتين، حاطط الجهاز في اوضه وقافل عليه، نايمه في الاوضه الثانيه بقى. خلاص اتحلت ولا في مشكله ثانيه؟ خلاص روح للغفير وقول له يشيله ويروح ينيمه هناك لحد ما يغور بكره في المستشفى. حاضر يا بابا حاضر. قول بايده. اي تاخد القهوه؟ لا بابا. علوي ايه بس في ايه؟ انا عايزه اتكلم معاك من امبارح بالليل. بعدين بعدين. لا مش بعدين يا علوي، انا عايزه اتكلم معاك دلوقتي. اسمعني اهو يا فندم. ايه ده قهوه؟ مش انا قلت 600,000 مره انا ما بشربش القهوه الصبح؟ وده ايه ده كمان؟ جبنه وبيض وسميد؟ انا في قطر يا اخوانا كل يوم جبنه وبيض وسميد، كل يوم جبنه وبيض. ما انت بتحب الجبنه والبيض والسميد، ايه اللي حصل؟ المهم دلوقتي اسمعني. الله يعني حابك تنرفزوني يوم وانا جاي بسجل البرنامج؟ يعني ما حبكش الا النهارده يعني. علوي انا مش عايزه انرفزك ابدا. الله ما خلاص انا اتنرفزت، ولا عايز اضايقك ولا عايز احرق اعصابك. الله ما انا اتنرفزت اهو، اتحرقت اعصابي اهو، خلاص ايه اللي فيها؟ فاضل ايه تاني؟ انا عايزه اقول لك يعني ان الاولاد مالهم؟ ما فيش حاجه، لولا عندها رحله ووائل عنده مذاكره. الله والتسجيل؟ يعني يمكن يحضروا التسجيل ويمكن ما يحضرهوش. يعني ايه يمكن ويمكن؟ دي معناها ايه؟ في حاجه اسمها يمكن ويمكن؟ الله ما هي دي النظريه بتاعتك. غلط، ما حدش قال كده ابدا. الله ثم عايز افهمك يا ست هانا، ده برنامج عالمي بيحضروه المشاهير، اخر ناس حضروا فيه رونالد ريجان ونانسي وكلبتهم، وانت مش عايز اولادي يحضروا التسجيل؟ انا والكلبه هنحضر. هتحضر انت والكلبه ولادي؟ لا خلاص ما تزعلش نفسك. ما تزعلش نفسي ايه؟ ما خلاص انا زعلت. هما فين؟ فين هما؟ اهدى ارجوك ما تنرفزش نفسك يا علوي. اظن طبعا انا عودتكم في الاحداث الهامه ان احنا نقعد مع بعض ونتحاور ونتناقش الى ان نصل كلنا الى راي واحد، مش كده ولا ايه؟ لا طبعا عداك العيب، دايما بتاخد راينا. بعد اذنك. ومن نفس المنطق ده احب اسمع رايكم انتوا الاثنين، انتوا ليه مش عايزين تحضروا التسجيل بتاع التلفزيون؟ انت يا لولا. ابدا يا باب، مش حكايه مش عايز، كل الحكايه ان انا عندي رحله بحضرتك عارف وسامح لي بيها من زمان بس. وانا عندي مذاكره مهمه يا باب، وبعدين استاذ الفلسفه في مصر الجديده بعيد، عبال ما اروح له وارجع مش هلحق البرنامج بس. فعلا دي اسباب مقنعه جدا، وده عذر قوي جدا انكم ما تحضروش تسجيل البرنامج. صحيح يا بابا. صحيح صحيح يا بابا. امال؟ طبعا انا عن نفسي طول عمري راجل ديمقراطي ليبرالي، اقبل الراي والراي الاخر. طبعا ممكن ممكن. اخرس، انا خلاص اقتنعت بظروفكم، تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه، بس في نفس الوقت انا كمان اقدر اعمل اللي انا عايزه. طبعا يا بابا. دلوقتي يا مامي انت ممكن تروح الرحلة بتاعتك، وده من حقك، وانا ممكن اسحب التمويل بتاعي بتاع الرحلة، وده من حقك، وانت ممكن تروح الدرس بتاعك، وده من حقك، وانا ممكن ما ادلكش فلوس الحصة وما ادلكش فلوس المواصلات، وده من حقك. يبقى احنا التلاتة كده دلوقتي كل واحد مارس الحق الذي خول له. طب وانا هروح الرحلة ازاي يا بابا؟ والله يا مامي دي مشكلتك كنت تحليها بنفسك. الله، طب والدرس يا بابا؟ والله يا بابي دي مشكلتك كنت تحلها بنفسك. لما هو يا بابا من غير فلوس ولا مواصلات مش هنقدر نخرج من البيت من اصله. والله يا حضرات دي مشكلتكم وانت تحلوها بنفسكم، اتفضلوا بقى. تعرف يا بابا انا طول عمري اسمع عن الديمقراطية ام انياب، بس دي بقى اول مرة اشوفها. فعلا فعلا يا بابا، لان اللي احنا فيه ده ممكن يبقى ديمقراطية وممكن في نفس الوقت يبقى ديكتاتورية. انا سعيد، انا سعيد يا اولاد والله لان احنا لاول مره نتفق على راي واحد. بمناسبه سعيد، من فضلك تروح للواد الغفير دلوقتي تقول للولد اللي اسمه سعيد دوت يمشي قبل عربيه التلفزيون ما تيجي. اتفضل اتفضل يا استاذ، امشي يلا.
يا اخ. هاني كمر مخرج برنامج المشاهير في منطقه الشرق الاوسط. اهلا وسهلا وانا سعيد. مش مهم مش مهم. عايز اقابل الدكتور حلوى. الاقيه فين؟ هو ممكن يكون في الفيلا وممكن يكون في الجنينه. ايه هو اللي ممكن؟ مش ممكن. مش معقول كده. لو سمحت لو سمحت اشتكيت. في ايه يا باشا انت بتعصب؟ ما تقوليش ممكن مش ممكن. ممكن اقيلي فين؟ لا 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 ده خلاص انت خلاص 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 خلاص. لو سمحت انت تعالى كلمه بدل ما اضربه. لو سمحت بيه دكتور حلاوه ممكن الاقيه فين؟ اتفضل معانا جوه. شكرا. اتفضل انت الاول. انا وائل. صباح الخير. وانا سعيد. صباح النور. صباح الفل. اهلا وسهلا. بتفهم الموتوسيكلات؟ صباح الفل يعني صباح القشطه. هو الموتوسيكل ده بتاعك؟ بس مع ايقاف التنفيذ. اه يعني ايه بقى مع ايقاف التنفيذ؟ يعني اوامر الدكتور علوي حلاوه. طب ليه؟ عشان ما يحروش وسط الدكاتره، وبعدين جاب لي عربيه وعايزنا نركبها. لا هو مش عارف، هو برضه ممكن يكون ممتع وممكن يكون خطر. ايه ده؟ نفس راي بابا. الله، انت تعرفه من زمان؟ اه يعني من مده مش كبيره يعني. اعرفك بنفسي، انا المجنون الجديد. قصدي يعني انا العيان الجديد بتاعه. الله، ولحقت تقول ممكن وممكن؟ طب بذمتك ده رايك بصراحه؟ لا بلاش 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 حكايه الصراحه دي ارجوك. الله، بلاش ليه؟ باين عليك ما نمتش من امبارح. لا مش حكايه نوم. لا بس انا مش ههرب. انا مش ههرب، انا حواجي، انا هقول الحقيقه وهقول الصراحه. بصراحه كده الموتوسيكل ده يناسبك اكتر من العربيه، وحكايه انك انت ان ابوك يستعر منك قدام صحابه دي حكايه مش مبلوعه بصراحه. مش كده؟ ايوه كده. هو ماله انت ماسك مفتاح في ايه؟ هو في ايه؟ متهيألي ترومبه. ترومبه ايه؟ الله، انت مجنون زينا ولا ايه؟ ترومبه ايه اللي جاب الترومبه هنا؟ ترومبه هو ما فيهوش تسجيل؟ حتى بس الكارت عندك اللي هو بتفل اللمبه دي يمين شويه. بلبل صوتك شويه صوتك شويه. بيت ناس ده. حاضر يا فندم اتفضل. جميل جميل جميل. خليهم يحاسبوا على حاجه. حاضر يا فندم تحت امرك. احنا في البدايه هناخد الركن ده هنصور فيه. حضرتك قلت لي انه هيكون معاك المدام وبنت حضرتك وابن حضرتك واخت حضرتك وكلبة حضرتك كمان. كمان هايل مارفلس. ده هيديك مصداقيه اكتر عند المشاهد الغربي. شكرا شكرا. ايه العفو. سعيد في ايه؟ معرفش. انا مش قلت له يغور؟ مدام زيزي لو سمحتي. يا فندم ممكن تقولي لي لون الفستان اللي هتلبسيه؟ هو اللي انا لابساه ده اسود بالفوشيا. بليز معلش خليه فوشيا في اسود. حاضر تحت امرك. فوشيا في الاسود. خلاص براحتك. تليفون يا فندم. هرد من المجد. شوفوا لي سعيد ده فين. ايوه انا يا فيلم يا فيلم. ايوه سي. ايوه 37. لا ما يهمش عندي. ايوه عندي. بقول لك ايه، هبعتهولك تدي له حقنه مخدره 2 يوم و4 ايام. فاهم ازاي؟ مع السلامه. سعيد يا سعيد، الواد ده ايه اللي مطلعه فوق؟ يلا مش اطلع بره. وانت كمان هنلي موقفك هنا، اتفضلي انزلي تحت. يلا 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 يا استاذ اتفضل امشي من هنا. يلا. يا ابي مش عايزك تزعل. قصدي يا دكتور مش عايزك تزعل مني، انا كنت ماشي بس انا عايز اتفرج الاول على البرنامج. هو ده ايه، تمثيليه ولا برنامج حقيقي؟ انت مالكش دعوه باللي بيحصل هنا. اتفضل يا استاذ دلوقتي امشي، هتلاقي 600 عربيه على الطريق توصلك. يلا اتفضل روح المستشفى بقى. يلا بعد اذنك يا دكتور لو سمحت. لسه في. اتفضل من فضلك لحظه واحده هفضلك. ايوه اتفضل يا استاذ اطلع المستشفى. يلا يا دكتور انا كده مش هيجي لي نوم من غير ما اعرف السؤال. انا عايز اعرف السؤال الاول. في المستشفى هيقولوا لك كل حاجه. اتفضل يا استاذ امشي من هنا دلوقتي. يا دكتور لو سمحت. ايه ده، احنا اتقابلنا قبل كده مش كده؟
يا رب ايه اللي لساتك يا دكتور؟ ما يقربليش. انا 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 المجنون بتاعه. فندم من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك يا سيدي المحترم. أيوة. يا فاضل ده عباره عن كيس حاله عندي في المستشفى. عيل انكريدبل، مش معقول، فظيع فظيع، مش قادر اصدق. ماله في ايه؟ الدكتور والعيله والمجنون. هايل 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 هايل. ايه يا استاذ؟ هو ايه اللي هايل؟ انا بقول لك ده مش هتصور معانا في البرنامج، يعني مش هتصور في البرنامج. اتفضل يا استاذ امشي. ليه ما صورش؟ يلا امشي. ما صورش. لحظه 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 واحده يا دكتور، لحظه واحده يا دكتور لو سمحت. ازاي يمشي؟ غلط كبير جدا، ده مهم جدا. ده صورتك، الايمج بتاعك، صدقني هيكون هايل قوي قوي قوي. الدكتور والعيله والمجنون، صدقني ده هيديك مصداقيه اكتر عند المشاهد الامريكي. انا جمهوري كله في امريكا على فكره. شفت؟ ممتاز، يمكن اكتر من الكلبه كمان. يا استاذ من فضلك قلت لك من ده مش هيتصور في البرنامج، يعني مش هتصور في البرنامج، مش هيطلع في البرنامج، يعني مش هيطلع في البرنامج. انا استاذ كبير وقلت 100 مره محدش يعلي صوته عليا، فاهمين ازاي؟ صوتك جايبني من تحت، ما تنفسش نفسك. اللفندي. ايوه. عايز اللفندي. ايوه. يطلع معايا في البرنامج. ايوه. طب وفي ايه يا بابا؟ ده حتى سعيد كويس وهايل. أيوة. وبعدين كده هيبين للناس ان حضرتك مهتم بالعيانين بتوعك. بالظبط. وممكن كمان ياكد البحث بتاع حضرتك المتكيفون مع الوضع. ايوه طبعا، بس لازم نسال الاستاذ سعيد هل هيقبل ان هو يطلع في التلفزيون او هيرفض. والله ده يقف على اسم هيتحط فين؟ في تتر البرنامج وفي المقدمه كمان. انا قلت ده مش هيطلع معايا في البرنامج يا استاذ، يعني ده مش هيطلع معايا في البرنامج، فاهمين ازاي؟ طيب دكتور لو سمحت، ممكن افهم ايه وجه الاعتراض؟ هيكون ايه غير حقد وقلوب سودا؟ مش عايز نطلع قدامه في الكاميرا. ظهور العيان في التلفزيون ده ممكن يضره، كان يضره يا اخوانا، وممكن يفيده. بالظبط يا بابا، ممكن وممكن. يا اخي روح اللي ممكن. خلاص سيبني انا موافق. هايل هايل مكياج. خلاص يا عم هدي نفسك، مفيش داعي للعصبيه دي ابدا. انا لا يمكن اوافق على كده ابدا، لا يمكن اسمح للفصل ده ان هو يطلع في البرنامج بتاعي. ده البرنامج بتاعي انا وبتاع البحث بتاعي انا. طبعا طبعا، بس انا واختك والاولاد والكلبه. انتوا عيلتي، ممكن اديكوا دقيقتين ويعني كلكم على بعضكم كده، لكن البرنامج ده بتاعي انا، بتاع البحث بتاعي انا. ايوه مظبوط مظبوط، عندك حق، بس المهم دلوقتي هتتصرف ازاي؟ ده انا ههد الدنيا، لازم افهم المخرج ايه الحاجات اللي ممكن يعملها سعيد دي على الهوا. يعني سعيد ممكن يعمل اي حاجه؟ والله ممكن، ممكن يتشقلب، ممكن يصرخ، ممكن يعض الدنيا كلها. امال ايه يعني؟ مش عرفنا هيعمل ايه. فين ال فين البدلة بتاعتي كحلي اللي انا هلبسها عشان البرنامج؟ بدلة ايه؟ البدلة هتنطق عليك. بدي اياك منظر فخيم. الحقيقة انا بليق في البدل قوي، انتوا عارفين ان دي اول مرة في حياتي البس فيها بدلة؟ ده بجد؟ الله، بس الكوتش بتاعي طبعا. بس انتوا لاقيين البدلة دي فين؟ لا ما تشغلش بالك، دي بتاعت بابا. طب هو مش هيزعل كده لو لقيتني لابسها؟ لا لا لا، ضعيفة قوي 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 لما يشوفك لابسها. الحقيقة أنا مش عارف أودي وشي فين من الدكتور حلاوة، لغاية امبارح بس ما كنتش طايق الدنيا باللي عليها، النهاردة شايف حياة جديدة وحبيبها، يا ربنا يخليهولي الدكتور حلاوة. الحمد لله. لولا، ما تعرفيش ماما فين؟ أنت فين يا عمتي من الصبح؟ سعاد. سعيد؟ سعاد سعيد، إيه ده؟ أنتوا تعرفوا بعض ولا إيه؟ هو أنت الحالة الخاصة جدا اللي حلوي بيقول عليها؟ انت اتغيرت قوي يا سعيد. البدله اصلا انا بليق في البدل قوي، شيك عليا يا سعيد. مش قصدك على البدله برضه؟ لا يا سعيد، اللي جوه البدله. ايه ده؟ هي البدله كانت جواها ايه؟ انت يا سعيد يا ايوب، صحيح احنا ما شفناش بعض بقالنا كتير، بس انا فاكره شكلك كويس قوي. شكلي عجز مش كده؟ عجزت ايه بس؟ اللي قول لي، انت اتجوزت؟ لا. وانت؟ ما اتجوزتش من ساعتها. ليه؟ يعني مش فاكر؟ بس والله ممكن اكون فاكر وممكن اكون مش فاكر. يعني ايه؟ يعني ممكن اللي حصل زمان اكون فاكره، وممكن اللي حصل زمان يكون راح وانتهى وما عادش له اي معنى. عندك؟ لا، عندك انت. مش بقولك سعيد بتاع زمان
كنت عارفه فيه الوضوح بصراحه زي الشمس. ارجوكي انا كنت مجرد طفل جاهل لان كنت متخيل ان الحقيقه ليها وش واحد بس. مين قالك الكلام الفارغ؟ اخوك الدكتور حلاوه. افهم من كده ان طلبك ايدي زمان كنت بتعتبره جهل وطفوله؟ لا طفوله وجهل كمان بترتبها يا سعيد. مش بقولك ده اللي اتغير فيك. قدامك عينيك اللي بتلمع، لسانك اللي زي الفرقله. لسان اللي زي الفرقله ده تحول الى طلطيش على ظهري انا بس. من امتى؟ من زمان، من 5 سنين، ساعه ما فرقوا بيني وبينك. الدنيا قعدت تلطش فيا وانا لطش فيها لحد ما وصلتني المستشفى المجانين. على فكره لولا اخوك الدكتور حلاوه انا كان زماني مش عارف اقعد معاكي ولا اكلمك حتى. يعني خلاص مش فاكر حاجه من الماضي خالص يا سعيد؟ بص في عينيا، بص في عينيا وجاوب يا سعيد. بصراحه فاكر وعمري ما نسيتك. حتى اللي حاولت انساكي بيها سرقت مني الشقه واتجوزت فيها. وليه انا ما حاولتش انساك؟ انا صحيح انشغلت وشغلت نفسي بالشركه اللي بكونها، لكن عمري ما نسيتك يا سعيد. لا يا سعاد لا، ده ضد العلاج بتاعي. يا سلام، يعني العلاج بتاعك ناجح بالشكل ده؟ ايوه، فاضل سؤال صغنن بس والاقي الاجابه عليه، وساعتها ساعتها الدنيا هتبقى بامبي. ادي كل البدل اللي في الدولاب، مش لاقي البدل. اهدى بس وما تزعلش نفسك، واكيد هنلاقيها. مش ممكن، دي مؤامره، ده تخريب. تخريب ايه بس؟ دور بس هنلاقيها ان شاء الله. اتفضلي يا ست، الدولاب عندك اهو من اوله لاخره، دوري حضرتك فيه. انا دورت، البس اي حاجه ثانيه، هنعمل ايه بس؟ الله، ايه ده؟ ايه؟ مين اللي بيتمشى مع سعاد في الجنينه ده؟ انا مش عرفني، يمكن حد هي عزمان. ايه تاني؟ يلا بسرعه. مش ممكن. ايه في ايه؟ ده لابس بدله زي بدلتي. ده 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 ده, ده. اكيد ده الواد ده سعيد. يا دكتور ارجوك استناني بس، انا كنت عايزك الاول تتعرف على المذيعه اللي هتعمل معاك اللقاء. من فضلك انا اللي عايزك تسمعني دقيقتين في حاجه مهمه جدا. ايوه يا دكتور، بس حضرتك لسه ما لبستش. يا سيدي مش مهم ان انا البس، انا المهم عايز اقول لك الحاجه اللي في نفسي دي وخلاص. اوه دكتور دكتور، انا فعلا مش عارف انت خايف ليه بالظبط. والله يا اخي انا مش عارف ازاي انت هتطلع واحد مجنون على الهواء قدام ملايين المشاهدين بالشكل ده. دكتور ممكن تسمعني لو سمحت؟ هو فعلا سعيد ده ممكن يعض بجد؟ والله ده رأي طب ممكن. على العموم ما تقلقش، برضو احنا بنتحمل مصاعب كتير في شغلنا ده. على سبيل المثال ولا الحصر طبعا، انا لما كنت في حرب جنوب شرق اسيا جت عليا قنبلة ضخمة جدا وقعت جنبي بالظبط، لدرجة ان صباعي الصغير كان هيتكسر فيها. حتى شوف يا اخي، انا بكلمك دلوقتي عن واحد مجنون هنحطه على الهواء قدام ملايين المشاهدين وانت تقول لي جنوب شرق اسيا وقنبله وقعت جنبي وصباعك اللي هتعور، ده كلام؟ متاسفه وراكم شكر. لا ابدا ابدا، اتفضلي. دكتور احب اعرفك على مدام ياسمين، المذيعه، مذيعه المليون دولار. اهلا وسهلا، اتفضلي. ميرسي. الحقيقه انا من معجبينك وخصوصا في البرنامج بتاع دكتور اوبنهايمر. ميرسي قوي. اسمح لي اشكرك واقول لك انا قد ايه معجبه بفكرتك العبقريه انك تطلع معاك واحد مجنون في الحلقه. هو في الحقيقه فكره فعلا بتعبر عن عقل واسع وادراك باهميه الميديا على انسان العصر، وده طبعا مش غريب على دكتور مفكر عالمي زي حضرتك، ويشرفني ان انا اطلع معاه في البرنامج. والله يعني هي كانت فكرة بتاع بنت ساعتها كده. العباقرة اللي زي حضرتك هم اللي يقدروا يطلعوا فكرة زي دي في وقتها. طيب استأذن انا يا جماعة عشان اكمل لبسي، ده بيتكم. ايوه بس دي فكرتي انا. اخرس، انت عمرك فكرت يا هاني يا كرامر هتيجي على الاخر وتفكر؟ والله العظيم فكرتي انا. مشاهدينا الاعزاء، النهارده ببرنامج مشاهير يسعدنا ان نقدم لكم شخصيه من اهم الشخصيات العصريه، الدكتور علوي حلاوه. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور علوي حلاوه، سؤال روتيني بنساله لكل ضيوف مشاهير، تفتكر شهرتك جت منين؟ والله انا شخصيا يعني لما بستكشف
روح البيئة الشرقية، وأنا بأرجعها دائما في العوامل النفسية وفي المود النفسي، فهذا يدل بغير شك الرجوع دائما إلى الأصالة، ما فيش كلام. وحينما أستحدث نظريات وأسس جديدة في التربية وفي أبحاثي وفي علم النفس، فهذا أيضا شيء من المعاصرة في الأبحاث العلمية، ما فيش كلام. دكتور عيل وحلاوة، دور الأسرة إيه في حياتك الخاصة؟ والله ما فيش شك إن دور الأسرة المتفاهمة له دور كبير جدا في حياة المشاهير، وخصوصا إذا كانت أسرة متفاهمة بكل القيم اللي أنا زرعتها فيهم، وده يعود بنا إلى الأصالة في تربيتنا الشرقية. وأيضا إذا تحدثنا عن أساليب التربية الحديثة التي زرعتها أنا فيهم أيضا، يدل على أن هناك شيء من المعاصرة، ما فيش كلام. دكتور عيل وحلاوة، بحثك الجديد المتكيفون مع الواقع، ما مدى النجاح اللي حققه في التطبيق الواقعي؟ والله هو في الواقع التطبيق العملي، أنا لو سمحت، أنا لو سمحت ممكن أجاوب على السؤال ده؟ سعيد أيوب، مريض من مرضى الدكتور عيل وحلاوة، تقدر فعلا تكلمنا عن البحث؟ أقدر طبعا. لا شوف، اما اقول لك بقى، اصل انا من البحث ده يعني مش اكمني بينتمي للبيئه قوم يعني يبقى اصاله، لا 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 لا، ولا اكمني يعني بينتمي للعصر قوم يبقى معاصره، لا 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 لا، سيبك من الكلام ده، سيبك الكلام ده، كلام فارغ انا ما اعترفش بيه وهلضمه. اهدى، هلضمه؟ انا اقصد كلام العلماء الكبير العظيم. يا هانم، انا مجرد مريض على قد حالي. ها انا بس اقدر اقولك ان البحث ده كان له تاثير كبير قوي عليا. طب تصوري حضرتك، انا كل عمري اللي عشته متصور ان اللون الاخضر ده اخضر. امال هو ايه؟ اهو سؤالك ده يدل على انك انت واخده الحقيقه بوجه واحد، مع ان هي ليها اكثر من وجه. يعني اللون الاخضر ده انت متخيله طول عمرك عايشه وحاسه ان اللون الاخضر ده هو لون اخضر، لكن هو ممكن فعلا يكون اخضر، وممكن يكون لونين ممزوجين على بعض اللي هو الاصفر والازرق يعملوا اخضر. شفت بقى حضرتك الحقيقه الواحده ليها اكتر من وجه ازاي؟ كويس قوي، بس ده يفيد بايه ومعناه ايه؟ انا اقول لك على معناه. لا ارجوك خلي المريض هو اللي يتكلم. ايوه بس انا صاحب البحث. لكن من المثير ان احنا نشوف اللي تم عليه التطبيق هو اللي بيتكلم. اتفضل يا استاذ سعيد. هو معنى البحث ايه؟ معنى البحث ان الواحد لابد انه يكون يمتلك في هذه الحياه امكانيات كتيره جدا علشان يقدر يستوعب ويفهم موضوع واحد، عشان ما يتضايقش وما يتنرفزش وما يستعجبش وما يضربش دماغه في الحيطه. يعني مثلا هقول لك حاجه صغيره، يعني لو افترضنا مثلا ان انا خدت من حضرتك الشنطه دي، انت هتصوري وتنفعلي وتتضايقي جدا لانك انت تصورتي ان انا خدت منك الشنطه، وده يعتبر حقك اللي انا سرقته. انا اقدر اقول لحضرتك دلوقتي ان انت غلطانه. ليه؟ لو اعتبرت ان الموضوع سرقه مني وترجيح حق ليكي، يبقى الكلام ده مش مظبوط، لانك ممكن تاخديه بوجهه نظر تانية خالص. يعني ممكن تقولي ايه حضرتك وماله، انا مش هتضايق ولا اتنرفز، والشنطه دي مش من حقي، انا هطلع احسن منه واسيبها له. ايه يعني شنطه فيها خمسة جنيه ملفوفين في الضاره وفيها صبع عروش قديم ما بستخدموش ومراية مكسوره والعمليه ما تستاهلش خناق ووجع دماغ يعني؟ لا لا، ده مش كلام. مش معقول يا دكتور علوي، ده فعلا كلام بيدي الانسان امكانيه انه يتاكد ان في وجهات نظر متعدده. هي فعلا نظريه مثيره الحقيقه تتقال يعني. والحقيقه اللي انا عايز اعترف بيها ان متهيألي لولا وجود مدام زيزي ووائل وسعاد ولولا، يعني ما كانش ممكن يتحقق الهدوء للدكتور حلاوه اللي يخليه يتمكن من انه يعمل بحث مثير وعظيم زي ده. دي الحقيقه يعني. احنا بنشكرك يا استاذ سعيد ايوب، كان حديث ممتع جدا. مشاهدينا الاعزاء، كنتم مع برنامج مشاهير وسعيد ايوب. بصراحة كان برنامج ممتع. متشكرين قوي، واضح ان صمتنا كان بليغ قوي. لا لا ابدا، امال فين سعيد ايوب؟ اشكرك. مش عارفة، مش باين. اروح ادور عليه. ميرسي. بعد اذنك ثانية واحدة. ميرسي كمان. كان برنامج هايل الحقيقة، تعبت فيه قوي قوي قوي. وسعيد ايوب ده هايل. سعيد ايوب ده شخصية هايلة وبلع البرنامج.
ولا بدلته شيك جدا. ده بلعه ومضغه ويدوبه تماما. هو الدكتور اللي كان مفروض يبقى نجم البرنامج اسمه ايه؟ مش فاكرة كده، حاجة حلاوة كده. سعيد! سعيد! اهدى يا حلو. وبعدين معاك اهدى يا حلو، هو ملوش ذنب. ملوش ذنب يعني ايه؟ لا طبعا دي ذنب ونص كمان. المذيعة هي اللي جرجرته في الكلام، وبعدين ما قالش ولا كلمة إلا عن البحث بتاعه. يا سلام، طبعا ما انتوا اتفسحتوا مع بعض في الجنينة ورغيتوا طبعا. امال ايه؟ تعرفوا انتوا ايه عن الميديا وبرامج التلفزيون العالمية؟ طبعا هو اللي اتكلم عن البرنامج، هو النجم، هو الضيف، بلع البرنامج. طيب يا سعيد يا مجنون، انا لازم اوريك، لازم اوريك. ياه كل ده؟ ما كنتش متصورة ان الدكتور المشهور العظيم يبقى عنده مركب نقص فظيع بالشكل ده. بدل ما تبقى مبسوط وسعيد ان البحث بتاعك اتقال، لا مهتم بالدعاية والإعلان والمظاهر الكذابة وبس. مين قالك ان انا مهتم بكده؟ لا طبعا مش صح، انا كان كل اللي يهمني ان البحث بتاعي يتقال باسلوب علمي واضح. ادي كل حكاية يا أستاذ. من ناحية اطمن خالص، البحث بتاعك اتقال بالطريقة العلمية اللي انت عايزها واشتهر كمان، ولا ايه يا سعاد؟ اكيد، وكان المفروض تبقى مبسوط وتشكر سعيد على انه عرفنا بالنجم وعرفنا بالتواضع العلماء اللي بيقولوا عليه، مش تقعد تصرخ وتنادي عليه وتدور عليه طول اليوم. وانت تعرفي منين ان انا كنت عايزه ليه؟ ما انت لسه قايل. ايه اللي وريتك؟ ايه اللي وريتك يا سعيد يا مجنون؟ لا طبعا انا كنت عايز اوريه قد ايه هو يعني كان جميل وعظيم وكان مالي مركزه في البرنامج. كنت عايزه علشان خاطر اقول له يعني ان ابارك له لان هو شوفي تماما ويقدر يواجه الحياه يعني. كنت عايز اشكره لان هو يعني حط البحث بتاعي تحت دائره الضوء ويعني هو فين؟ هو فين؟ هو احنا رايحين على فين يا ابي حلاوه؟ مشوار صغير كده وهنرجع. هو احنا راجعين تاني؟ ايوه ان شاء الله اركب. اصل انا كنت عاوز اسلم عليهم بس قبل ما امشي. اركب دلوقتي وبعدين نروح مشوارنا وبارجع سلم واقعد وكل زي ما انت عايز. اركب. هتركبنا العربيه دي؟ ايوه. هنرجع بيها؟ هنرجع بيها ان شاء الله. اتفضل. العربيه فيها تسجيل؟ هو واخده رايح على فين؟ مش عارفه، بس انا شايفاه كان بيكلم واحد صاحبه في التليفون اسمه دكتور عصام المهندس. هو أخطر مما تتصور. أمال أنا جبته عندك في قسم الحالات الخطرة ليه؟ ما هو عشان كده، لأن أنا عارف إن قسم الحالات الخطرة بتاعك ده على أعلى مستوى، ده متميز. طب والمستشفى بتاعتك يا دكتور علوي؟ سوري، أصل المستشفى عندي يعني كومبلي يعني ما أنت عارف، وأصله هو يعني ليه معزة خاصة عندي يعني معرفة قديمة من ناحية أمه يعني، وأنا ما حبيتش يعني أوديه مستشفى عام، حبيت أجيبه عندك هنا تحت رعايتك أنت الخاصة جدا. شكرا يا دكتور قلبي، أنت طول عمرك إنسان مجامل وكريم. إيه الواحد هيعمل إيه بس في قلبه الطيب وضميره المهن الصح؟ لا خلاص، أنا ههتم بالمريض بتاعك وأعامله معاملة خاصة جدا. لا يا اخي لا، انا مش عايزك تعامله معامله خاصه. امال انا جايبه عندك هنا في القسم بتاع الحالات الخطره بتاعك ليه؟ يعني لو في جلسات كهرباء اوفر دوز اديله،
يعني صدمات اديله، ميه مجمده اديله، كل المصايب قصدي كل الامكانيات اللي عندك اديله يا اخي. الله، خلاص ما دام ده رايك الطب يا دكتور علمي. ايوه ده راي الطب بقى، ايه رايك انت بقى؟ أنا متأسف أوي يا بابا، متأسف. متأسف ليه؟ عشان إيه؟ يعني عشان أكون حاولت أركب الموتوسيكل. لا ولا يهمك، اركب واتفسح واتبسط، النهارده عيد. متشكر أوي بابا، متشكر أوي. سعيد كان عنده حق بقى. سعيد؟ ما هو قال لي إن أنا لو ركبت الموتوسيكل من ورا حضرتك هحط حضرتك قدام الأمر الواقع، فهترضى بقى. سعيد قال كده؟ آه. عموما ما يهمش، قال ما قالش هو مش هيقول بعد كده. بس ده يا بابا. لا ولا يهمك، خد جرش العربيه وتفسح زي ما انت عايز. يلا شكرا يا بابا. علمي اتاخرت كده ليه؟ لا ابدا، انا كنت بتمشى بالعربيه شويه كده يعني، وبعدين الجدع اللي اسمه سعيد ده بقى اصر ان هو لازم يمشي. يا ابني اقعد، تعالى بس ارجع لعشان تسلم على الجماعه، مفيش فايده ابدا، حايل عليه من هنا مفيش فايده بقى. ايه يا مجنون انت بتتكلم عن سعيد؟ إيه مش مصدقاني ولا ايه؟ سعيد سعيد بتاعنا ده. لا مصدقاك طبعا. اتفضل سعيد. معلش يا دكتور علي، احنا سبقناك. واضح ان انتوا سبقتوني قوي. ازيك يا امير؟ اسكت. ممكن يا دكتور كلمة واحدة بس صغيرة كده في المكتب؟ اتفضل يا دكتور، اتفضل. شكرا. تقدر تفهمني بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا فحصته انا وخمس اطباء تانيين، لقينا سليم 100%. مش كده ابدا. انت عارف ان بعض المرضى النفسيين بيحطوا على وجوههم قناع من الصحه النفسيه يوهمك بكده. طب ايه راي حضرتك يا دكتور علوي ان انا فحصته وقدرت عليه اختبارات الذكاء واختبارات الوعي، لقيت ان مفيش اي داعي لوجوده في المستشفى؟ غلط جدا. ايه راي حضرتك كمان ان سعيد ده فلت؟ تصور انه لفت نظري لنظرية مثيرة. نظرية؟ نظرية ايه؟ نظرية التكيف مع الواقع. انا اقول لحضرتك، يعني مثلا اللون الاخضر اللي في الكرافتة بتاعت حضرتك مثلا، يعني ده ممكن يكون اصفر وازرق. علوي هتفضل قاعد كده طول الليل؟ محدش ليه دعوة بيا. علوي بقالك 3 ساعات متكوم على الكرسي بالطريقة دي. رب أكون متكوم على الكرسي ده 3 سنين محدش ليه دعوة بيا. أيوة بس نفسي أعرف إيه اللي حصل. في حاجة لا قدر الله حصل في المستشفى؟ الأولاد، في حاجة بعد الشر والشر برا وبعيد حصلت لأولادي؟ أسعار إغلاق البورصة مش مريحات، الين نزل والدولار طلع. حريقة في العزبة، أكيد حريقة في العزبة، وأنت مش عايز تقولي مش كده؟ محدش ليه دعوة بيا. حاضر، انت حر. حريقة. ايوه حريقة. تصبح على خير يا عم مصلحي. ايه سعادة البيئة، تنام بدري ولا ايه؟ هي يا دوبك كده، تصبح على خير. وانت من اهل الخير.
سعيد سعيد. خير يا سعاد؟ عايزاك. خير؟ عايزه ايه؟ يلا نقعد على البسين نتكلم، عاوزاك في موضوع مهم دلوقتي. طب استاذن من عم مصالح. عم مصالح ايه؟ عم مصالح ايه يا سعيد؟ انت مش عاوز تتكلم معايا ولا ايه؟ لا. يلا ماشي. طب خلاص بقى يقلق بقى عم مصالح، مش مهم. يلا اي خدمه تانية؟ خليكي قريبه مننا، يمكن سعيد يحتاج قهوه ولا حاجه، اصل هنتكلم كلام كتير قوي. وانا اللي كنت فاكرك مش عايزه تتكلمي. بأمرت ايه؟ بأمرت ما سبتني وهربت بعد ما طلبت ايدي؟ لا، بأمرت ما رحت اسكندريه واختفيت. كان لازم تدور عليا، مش ترضخ لتحكم ماما وعلوي. ماما دي ناسية امك كان شكلها ايه بقى الله يرحمها؟ كانت ايه يعني؟ اللي كانت ايه؟ كانت قوية ومستعفية، دي كانت بطلة جودو سنة 60، ده لما كانت تسلم عليا افضل رابط ايدي اسبوع، ولا لما طبطبت مرة على ظهري، فقرة من العمود الفقري انزلقت وراحت لحالها بقى. عشان كده خفت ونسيتني؟ انا عمري ما نسيتك يا سعاد. انت لما سافرت اسكندرية عند خالتك انا كنت عايز ادور عليكي، بس وقف قدامي حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا حسيت ان سفرك ده كان هروب مني. الحاجه الثانيه بقى ودي اهم من الحاجه الاولانيه، ان خالتك برضو كانت بطله جودو، كانت قويه ومستعفيه، وانا ما كنتش ناقص بقى اتلطش يمين واتلطش شمال. كنت عايز انا اعمل ايه بقى يعني كده؟ خلاص مفيش داعي للكلام دلوقتي. مين اللي هناك؟ مين اللي هناك؟ يهو ايوه يا مصالح. اهلا يا دكتور، في حد؟ لا سلامتك الف سلام. الواد سعيد فين؟ ده دو نايم من بدري، ده زمانه شبع نوم كمان. نايم من بدري. طيب ما عندكش حته جبنه قريش انت ولا حاجه؟ لا والله يا دكتور. طب انت عارف العشش بتاعت الفلاحين اللي بعدنا هنا دي؟ دي بتاعت 3 4 كيلو كده هو. لا اللي بعدها بقى عارف. طيب روح لهم هناك، قول لهم الدكتور علوي بيسلم عليكم، بقول لكم عندكوش حته جبنه قريش كده بس عشان نفسه عاتبه شويه. لازم دلوقتي يا دكتور. ايوه يا اخي، يلا توكل على الله. حاضر يا دكتور. يلا خد بالك من السك. حاضر يا دكتور. أيوة. حاضر. ما 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 ما, ما شوف اللي تحت رجليك كده عشان ما تقعش ليش في حفره ولا بتاع. ها فاهم؟ طيب يا سعيد المره دي بقى مش هترجع. صدقينا سعاد اللي كان موجود زمان لسه موجود لحد دلوقتي. يا سلام، بقالنا شايفين بعض اكتر من 24 ساعة مفكرتش حتى تطلب مني. اطلب ايه يا سعاد؟ مش عارف تطلب ايه اللي طلبته زمان. ايدي يا سعيد. وانا مش عايز يعني يا سعاد، ما انا نفسي بس خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ خايف من الحالة اللي انا فيها، خايف فعلا اطلع مجنون. انا عمري ما سمعت عن انسان مجنون بيقول على نفسه انه مجنون. ما هو يمكن علاج اخوكي هو اللي خففني شوية، انما برضو لسه العلاج ما كملش. وهيكمل امتى؟ لما اجاوب على السؤال. وايه هو السؤال بالظبط؟ حكاية الحقيقة اللي ليها كذا وجه، يعني دي ممكن تبقى ترابيزه وممكن تبقى كرسي. فضل التمرين ماشي معايا زي الفل وعال العال،
لحد ما وقف التمرين عند الإنسان. الإنسان ممكن يكون إنسان وممكن يكون إيه تاني؟ قول انت، يعني انت مش عارف؟ ما هي دي مشكلتي. فكر فكر يا سعيد، بس مش زي ما اخويا علوي قالك، لا فكر زي ما طول عمرك بتفكر. يعني اتجنن؟ مين قالك انك مجنون؟ فكر يا سعيد، الانسان ممكن يكون انسان وممكن يكون ايه تاني؟ مفيش، الانسان ممكن يكون انسان وممكن يكون ايوه انسان. بالظبط بالظبط يا سعيد. يبقى كده راجع مرجوعنا للصراحة، الحقيقة ليها وجه واحد، الإنسان إنسان. الحقيقة في جوهرها حقيقة وبس، حكاية الوجهين دي ممكن تمشي على أي حاجة في الدنيا إلا الإنسان. الإنسان إنسان وبس يا سعيد. يبقى كده أنا ممكن أتجرأ بقى وأبقى صريح زي الأول، وممكن بصراحة أطلب. ها؟ تطلب إيه يا سعيد؟ قول. تطلب إيدي؟ لا فنجان قهوة بس عشان قربت أنام. طبعا أطلب إيدك، أطلبك كلك للجواز. سعيد، طب لو علوي رفض وقالك لا؟ لا، أنت دلوقتي إنسانة ناضجة وكبيرة وسنك كبر وأردنتي وتقدري تاخدي موقف وتجوزي نفسك. أردنتي في عينك. يا سلام، الدنيا كلها اتغيرت قدام عينيا دلوقتي. حاسة بنسمة الليل اللطيفة، شايفة نور القمر الجميل، شم ريحة الورد اللي بيهفف حوالينا، زي ما يكون زي ما اكون بتحرق. فعلا ريحة حاجة بتتحرق. حريقة 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 بسرعة. قول الحريقة ايه بس يا زيز؟ حريقة بتدور فين يا علوي؟ حريقة تحت تحت. ايوه تحت. قوم بسرعة اتصرف. يلا ايه نشربك بسرعة. يلا يلا بسرعة. يا ربي الشم بريحة حاجة. هتشم ايه بس؟ هشم ايه؟ انزل اتصرف طفيها ارجوك. يلا بسرعة. في حاجة بتتحرق يا اخوانا، في حاجة بتتحرق. في ايه؟ في ايه؟ حاجة بتتحرق. النار جاية من عند البوابة. بوابة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اليوم اللي اطلب فيه ايدك فيلة اخوك تولع. يلا يا سعيد. يا بابا 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 اتفضل يا بابا اتفضل. ما ينفعش ده. الله اجري شوف لي الخرطوم فين. خرطوم؟ طب انا اجيب الخرطوم منين بقى؟ دور عليه ورا الفيلا يا اخي. اجري. علوي علوي اتصرف. سعيد بوظ الفيلا واتحرق. بسرعه يا واد هات الخرطوم. لا على مهلك يا ابني، دور على مهلك عشان ما تسيش الواد. الله الخرطوم الخرطوم يا ابي. ابي ايه ابي دي؟ الحمد لله الحمد لله يا علوي. سعيد كان معايا على البسين، لولا كده كان زمانه ولع. ايه بتعيط ليه بس؟ حمد لله على سلامتك. الف حمد لله على سلامتك يا سعيد. ولا اقول لك دلوقتي اتغير الجهاز الرئيسي مليون جوه زمانه اتحرق. ما تزعلش نفسك يا اخويا، ما تزعلش نفسك. ايه يا حلو ايه ده؟ ما تحرقش اعصابك. ايه ده ابي اعصابه اتحرقت؟ خرطوم الميه بسرعه يا وائل. خلاص خلاص يا علوي ما تزعلش نفسك، ان شاء الله ربنا هيعوض عليك يا اخويا. انا مستعده اديك كل ثروتي بس بعد اذن سعيد طبعا. بعد اذن سعيد طبعا. ايه يا علوي انت ما تعرفش ان انا وسعيد اتفقنا على الجواز؟ الف مبروك يا سعيد. الله يبارك فيك يا عمتي. الله يبارك فيك يا عمتي. الف مبروك يا سعيد. الف مبروك يا عمتي. الله يبارك فيك يا واد شيك قوي شكلك. ما تنسوش احنا معزومين عندكم بعد شهر العسل. يبقى مش هتزورونا خالص لان احنا ناويين شهر العسل يطول شويه. لا ممكن يعني. لا ارجوكي ما فيهاش ممكن وممكن. لا ده واضح ومحدد، ناويين شهر عسل طويل وممتد. مع السلامه. مع سلمينا على علوي. من عليا يا اتنين. علوي فرحانكم قوي، كان نفسي ابارك لكم بنفسي بس انتوا عارفين الذنوب بقى. معلش ربنا يشفينا. يلا يا جماعه يا خلي بالكم من بعض. يلا مع السلامه. الف سلامه. مع السلامه يا عمتي. مع السلامه سعيد. خد بالك من عمتي. مع السلامه. سعاد. مع السلامه. الف مبروك. Thank you.
فرح عظيم يا دكتور قلبي، ولا هو ممكن يبقى فرح عظيم او فرح هايل. وزي ما تعودنا بنختتم حلقة برنامج المرأة بسؤال بنوجهه للدكتور علوي حلاوة عن أصول التربية الحديثة بالنسبة للطفل. دكتور علوي أهلا بيك، وحضرتك بترد لنا على السؤال. والله يا أستاذة مديحة، يعني في الواقع أنا لي رأي، يعني أرجو إن يجد صدى، يعني هو الرجوع إلى أساليب التربية القديمة، وإن إحنا نستخدم العصا ونكسر ضلع الولد من دول، لا مفيش مانع يعني، لأن وإحنا بنربيه، لأن ده يعني زي ما هو رجوع إلى المعاصرة، فهو أيضا بيمتد لورا للأصالة يعني، وزي ما بيقولوا في المثل عندنا يعني. وبيقول لك يعني رب ابنك واحسن ادبه، من مات لم فرد اجله يعني. مش كلام يعني. ومن ناحيه اخرى